السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه المحاضرة اليوم عن موضوع جديد، وهو يمكن أن نعتبره هو المدخل الأساسي للبايو انفورماتيك، وهو قواعد البيانات. قواعد البيانات التي تستخدمها المعلوماتية الحيوية من أجل تخزين البيانات البيولوجية، من أجل تسهيل التعامل معها، من أجل تسهيل البحث، من أجل تسهيل المشاركة، من أجل تسهيل المقارنة. كل ذلك يحتاج أن ننظم بياناتنا في نوع من البرامج أو لنقل الاستراتيجيات، بذلك يمكننا دائما أن نضيف عليها وبشكل مستمر، والإضافة عليها تكون بمنهجية واضحة بحيث لا يؤثر ذلك على عملها. يمكن للقواعد بيانات أن تعمل بالبيانات الموجودة فيها الحالية، أو حتى بالبيانات التي تضاف في كل لحظة، لأن نفس القوانين ونفس القواعد الأساسية سوف تطبق على البيانات المدخلة، والبيانات المدخلة سوف تخضع لنفس المنهجية ولنفس التنظيم الموجود والذي خضعت إليه سابقا كل البيانات الموجودة في قاعدة بيانات. ضربت لكم مثال في الدرس الأول إذا تذكرتم، ضربت لكم مثال عن قواعد البيانات، كيف أنها عبارة عن جداول ضخمة جدا ومستمرة ولا نهاية لها، وهذه الجداول تحتوي على سطور، هذه السطور نطلق عليها اسم السجلات، وهذه السجلات في كل سجل هناك، فلنفترض أننا نتحدث هنا عن دليل الهاتف مثلا، كل سطر أو كل سجل هو لشخص، كما هو الحال في قواعد البيانات البيولوجية، فإن كل سجل هو لجزيئة محددة، مثلا لجزيئة DNA، لجزيئة بروتين، وهذه الجزيئة لها هيئة أو لها هوية محددة. هذه الهوية تتضمن معلومات عن الاسم هذه الجزيئة، معلومات عن طول هذه الجزيئة، مكوناتها، تسلسلاتها إذا كانت DNA أو بروتينات، التاريخ الذي اكتشفت فيه، الأشخاص الذين اكتشفوها، المنطقة الجغرافية، الحيوان أو الكائن الذي اكتشفت منه، كل هذه بيانات أو معلومات صغيرة أطلقنا عليها اسم الحقول (fields). وذكرنا أيضا أن هناك حقلا مفتاحيا، وهذا الحقل المفتاحي هو حقل لا تتشارك فيه الجزيئات أو لا تتشابه فيه الجزيئات، كل الجزيئات لها، كل جزيئة من هذه الجزيئات الموجودة في قاعدة البيانات، كما هو الحال كل الأشخاص الموجودون في سجل الهاتف لديهم نفس هذه الخانات أو نفس هذه الحقول، ولكن البيانات الموجودة في هذه الحقول هي ما يختلف، وهي ما يميز كل شخص عن الشخص الآخر، وهي أيضا ضمن قواعد بيانات البيولوجية هي ما يميز كل جزيئة عن الجزيئة الأخرى، سواء كانت في الطول، في النوع، في التسلسل، كلها تختلف عن بعضها البعض. وذكرنا أيضا حتى ولو تشابهت الجزيئات في كل البيانات تقريبا، فإن هناك حقلا مفتاحيا مهم جدا من أجل التمييز بين الجزيئات، وأطلقنا عليه اسم الحقل المفتاحي، وهنا سوف نرى أنه يطلق عليه اسم الأكسيشن نمبر، وهو الحقل المفتاحي الذي يميز هذه الجزيئات. إذن كما ذكرنا هذه المحاضرة مخصصة لقواعد البيانات Biological Databases. Database وهي باللغة الإنجليزية ونعني بها باللغة العربية قواعد البيانات. سنعطي مقدمة بسيطة كيف أن المعرفة أو المعلومات البيولوجية يجب أن تخزن في قواعد بيانات ضخمة عامة Global Databases. هناك نوعان من قواعد البيانات الأساسية، النوع الأول يطلق عليه اسم Primary Databases أو قواعد البيانات الأولية، وهناك نوع آخر يفترض أنه يبنى على النوع الأول يطلق عليه اسم Secondary Databases أو القواعد البيانات الثانوية. هناك أنواع أخرى من الداتابيزز سوف نتطلق إلى بعض أمثلتها، كما هو الحال في الجينوتايب أو الفينوتايب داتابيزز والمولكولار ستراكشر داتابيزز. سنؤجل الحديث عن السكندري داتابيزز والجينوتايب والفينوتايب والمولكولار ستراكشر داتابيزز للمحاضرة القادمة، سوف نخصص هذه المحاضرة للبرايمري داتابيزز لنرى ونتعرف ماذا نقصد بالبرايمري داتابيزز. كما ذكرنا أن علوم البيولوجيا مع تطورها فإن هذا سوف يقدم الكثير من المعلومات بنتائج الأجهزة والتقنيات الحديثة التي نستخدمها، والتي تعطي كم هائل جدا من الداتا في كل يوم، ولذلك فإن يجب أن يكون هناك آلية أو طريقة لتخزين هذه البيانات من أجل تشاركها ومن أجل تحليلها. كل عملية تحليل التسلسلات التي بدأت مع مشاريع سلسلة الجينومات، كما هو الحال في حالة سلسلة الجينوم البشري،
كلها ترافقت بكم هائل جدا من التسلسلات النيكلوتيدات. هذه تسلسلات نيكلوتيدات إذا جمعناها لأخذت مجلدات وكتب. ولا نكتفي فقط بتسلسل النيكلوتيدات، وإنما أيضا تسلسل النيكلوتيدات يترافق معه مجموعة كبيرة من المعلومات البيولوجية التي تتعلق بالمنتسخات عن هذه التسلسلات النيكلوتيدات الجينومية، أو حتى عن تسلسلات البروتينات أو تسلسلات عديدات البيبتيد التي تترجم عن هذه المنتسخات من الDNA. كل هذه يجب أن يتم تخزينها ضمن قواعد بيانات من أجل سهولة التعامل معها، ومن أجل أن تكون قابلة للتداول بين مختلف المخابر حول العالم. لذلك يجب أن يكون لدينا كما هو معرف هنا بالشريحة Structured Filing System، أي أنه يجب أن يكون لدينا نظام مبني بصورة واضحة من أجل تعبئته أو ملئه باستمرار وبصورة غير منتهية. وهذه هي حال قواعد بيانات. نحن نضع الشروط الأساسية لإضافة البيانات الجديدة، وعندما تضاف هذه البيانات الجديدة سوف تقيد بهذه الشروط، وبذلك مهما طبقنا فإن هذا سيتطبق على كل البيانات التي أضيفت إلى قاعدة البيانات الجديدة القديمة والتي ستضاف مستقبلا طالما أن الشروط واضحة منذ البداية. عمليا من أجل حصر هذا الأمر هناك مجلة تدعى بالنيوكليك أسيد ريسيرش. هذه المجلة متخصصة بالأبحاث المتعلقة بالحموض النووية، وهذه المجلة تعنى في عددها الأول من كل عام بنشر مقالة أو ريفيو كمرجع، وهذا المرجع مخصص لسرد كل قواعد البيانات الموجودة أو التي ظهرت خلال هذا العام، مع الإشارة إلى روابطها كيف يمكن الوصول إليها، اختصارا URLs، وهي عبارة عن روابط الإنترنت، من أجل التعرف على هذه القواعد البيانات. كل يوم أو كل فترة تظهر قواعد بيانات لتخزين بيانات من نوع محدد حول العالم. ممكن أن يكون ذلك بنتيجة مشاريع تخرج لبعض طلاب البيو انفورماتيكس، أو ممكن أن تكون لبعض الشركات العملاقة من أجل أن تجمع بيانات من نوع محدد يهمها من أجل الزبائن ضمن المجال أو القطاع الطبي، أو من أجل الأبحاث أو الجزيئات الحيوية. فإنها تنشئ نظاما من قواعد البيانات مخصصة لتخزين البيانات المتعلقة بهذا النوع من الجزيئات مثلا. وعمليا عندما تنشأ هذه القاعدة البيانات وتحتوي عدد كبير جدا من السجلات، فإن هذا سيترافق مع كمية هائلة جدا من المعلومات، فيمكن أن نجد لها كسيتيشن أو نجد لها كذكر أو كسرد ضمن هذا النوع من الأبحاث، من أجل التعريف بأن هناك الآن أصبح قاعدة بيانات، هناك قاعدة بيانات يمكن أن يستخدمها كل المعنيين أو المهتمين في هذا المجال من أجل أبحاثهم، من أجل إضافة جزيئاتهم، من أجل المقاطعات التي تهم كل هذه المخابر. فإذا تخيلوا أن هناك دائما حول العالم هناك أشخاص متربصين بهذا النوع من المقالات من أجل التعرف على أي قاعدة بيانات جديدة بهدف استثمارها، تطويرها، دمجها مع قواعد بيانات سلفا موجودة وهكذا. أيضا أي قاعدة بيانات جديدة تبنى من قبل أي جهة مختلفة فإنه كبداية سوف تنشر عملية بناء قاعدة البيانات ووصف دقيق لهذه القاعدة البيانات، كيف هي، ما هي المعلومات الموجودة بداخلها، بماذا تعنى. كل هذه المعلومات يمكن نشرها ضمن مجلات علمية من أجل توضيح الفائدة القصوى أو الفائدة الأساسية من قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها. في هذه المحاضرة لن نتطرق إلى كل تفاصيل قواعد البيانات حول العالم، لأن هذا أمر يصعب حصره في أي محاضرة أو أي مجموعة من المحاضرات، لأن كل مجال من الاختصاصات حتى والتخصصات الدقيقة لها قواعد بياناتها الخاصة التي تجمع لها المعلومات التي تفيد هذا النوع من التخصصات. نحن هنا في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن بعض قواعد البيانات الأساسية العامة التي فيها الجزيئات الأكثر أهمية والمشتركة بين معظم المخابر البيولوجية. يمكنكم أن تتخيلوا أننا نتحدث هنا عن قواعد البيانات التي تعنى بتسجيل أو بتخزين تسلسلات الDNA الأساسية مثلا، أو تسلسلات البروتينات مثلا، بناء على نوع الداتا التي تضمها أو تحتويها قواعد البيانات. يمكننا التمييز بين نوعين أساسيين من قواعد البيانات. النوع الأول هو الـ Primary Databases، و
والنوع الآخر هو secondary databases أو secondary biological databases، نفس الشيء. النوع الأول والبرايمري داتابيزز يحتوي على التسلسلات الأولية للبروتينات والنيكلوتيدات كما هي تماما. قد تترافق هذه البيانات المتعلقة بالتسلسلات الأولية تترافق بالنوتيشن انفورميشن. ماذا نعني بالنوتيشن انفورميشن؟ ذكرت ذلك في المحاضرة الأولى التي أعطيتكم إياها. سأترك لكم المجال لمن يرغب بالإجابة من خلال الدردشة. ماذا نعني بالannotation information وبماذا تفيدنا؟ كيف تفهمون عندما نتحدث أننا لدينا annotation information فيما يخص تسلسل محدد من الـ DNA أو تسلسل محدد من البروتينات؟ تسمية كل موقع من مواقع الجين والتعرف إليه. تماما، يمكننا أن نقول أن تسمية كل موقع من مواقع الجين، العبارة ليست واضحة تماما، لكني فهمت أنك المقصود، ولكن ليست العبارة واضحة. ماذا نقصد بالannotation؟ يمكن أن نجد أيضا من البيانات التي ترافق السجلات، لنستخدم هذا المصطلح، السجلات التي هي موجودة ضمن قواعد البيانات الأولية، أن نجد biographies، bibliographies، وهذا يعني كل المقالات المنشورة حول الموضوع، التقاطع مع references من other databases إذا كان هناك أي تشاركية مع قواعد بيانات أخرى. ولكن لا أزال أنتظر إجاباتكم حول موضوع الannotation. تسلسلات لها وظيفة محددة تماما. أي تسلسل يكون الجين تماما، يمكن أن نطلق ذلك، ولكن هذه عندها ستكون ليست كل الجينات تشترك بهذا الأمر، ليس كل الجينات تشترك في أنها تبدأ من منطقة معينة إلى منطقة معينة. ولكن على سبيل المثال، أنا يمكنني أن أقول أن كل الجينات تبدأ بـ ATG كـ start codon وتنتهي بواحد من الكودونات التوقف. أي تسلسل موجود بشريطة الـ DNA يحقق هذا المعيار، يمكن أن يكون annotation لـ open reading frame، أي أنه عبارة عن طور مفتوح للقراءة. طبعاً بافتراض أننا نتحدث هنا عن تسلسلات RNA أو تسلسلات cDNA وليس تسلسلات جينومية لكائن من الحقيقيات، بسبب وجود الإنترونات والإكزونات لا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليه. ولكن إذا كنا نتحدث عن طلائع النواة مثلاً، فإن أي تسلسل، بما أنه لا يوجد إنترونات أقصد، فإن أي تسلسل يبدأ بـ ATG وينتهي بـ stop codon وله طول محدد هو annotation لـ open reading frame أو لجين. أي تسلسل له يبدأ قبل الجين، على سبيل المثال قبل بداية ترجمة الجين أو انتساخ الجين، وفيه بعض المواقع لبعض أنزيمات أو لبعض عوامل الانتساخ transcription factors، هو عبارة عن annotation لبروموتر، وهكذا. فإن أي صفات محددة قد لا تكون من الأهمية بمكان تحديد بالضبط النقطة التي تبدأ فيها والنقطة التي توقف عندها، لأن هذا خاص بكل جين أو بكل تسلسل محدد، ولكن الصفات الأساسية هي ما يمكن أن نطلق عليها الannotation. تمام، هنا إجابة جيدة. أي تسلسل لجين يمكن أن يكون المعزز الانهانسر، كلها قد تكون annotations، مثلا البولي اي تيل، كل جميعها عبارة عن annotations يمكن الاستفادة منها، ويمكن أن نطبقها أوتوماتيكيا على أي تسلسل أدخلناه بصورة جديدة على الداتابيز، على قاعدة البيانات مباشرة. القواعد الخاصة بهذا الannotation سوف تقارن مع تسلسل الجديد المدخل، إذا تطبق عليه، إذا توافقت معه، فإن هذا سيكون annotation جديد على التسلسل المدخل على قاعدة بيانات. بالنسبة للقواعد بيانات الثانوية، فإنها تلخص البيانات أو النتائج تحليل الداتا أو المعلومات التي هي موجودة في قواعد البيانات الأولية. فمثلا إذا لدينا على سبيل المثال تسلسل محدد من الـ DNA أو من الـ RNA مثلا أو من الـ cDNA الذي هو عبارة عن المنتسخ العكسي للـ RNA، فإننا يمكننا نتخيل أن ترجمته مباشرة إلى تسلسل من الأحماض الأمينية يمكن أن نخزنها على شكل secondary database مباشرة. وهذا بماذا يختلف عن primary database الخاصة بالبروتين؟ أننا هنا هذه قاعدة بيانات الأولية التي فيها تسلسلات بروتينات، أن هذه البروتينات
مسلسلة كبروتينات، ونحن أدخلناها كتسلسل أحماض أمينية، ولم نستند إلى ترجمة أي تسلسل من الـ DNA موجود بقاعدة بيانات أولية. هذا هو الاختلاف بين قاعدة بيانات ثانوية الخاصة بالبروتينات عن قاعدة بيانات الأولية الخاصة بالبروتينات. أرجو أن يكون الأمر مفهوم. الهدف الأساسي من هذا التحليل كما ذكرنا قبل قليل أنه يمكن أن نستنتج بنتيجته أو نستخلص مجموعة من الفيتشرز وهي تشبه الأنوتيشن ولكنها ضمن لها ضوابط ومعايير محددة، وبناء عليها يمكن أن نطبق هذه الفيتشرز على التسلسلات أي تسلسلات أخرى ونستخرج منها المعلومات الإضافية أو نستخرج منها سجلات جديدة نضيفها إلى قاعدة بيانات الثانوية. كما ذكرت لكم قبل قليل يمكننا أن نضع فيتشر كبداية ونهاية للستارت كودون والستوب كودون، ويمكننا بعد ذلك أن نطلق هذا التحليل على كل تسلسلات الـ DNA التي هي موجودة بقاعدة بيانات الأولية، وبنتيجة عن هذه العملية سوف نحصل على كمية هائلة جدا من المنتسخات أو من السلاسل المترجمة من الحموض الأمينية التي يمكن تخزينها عندها في قاعدة البيانات الثانوية، وعندها يمكن أن نطلق عليها الـ annotations. أيضا هناك نوع آخر من قواعد بيانات التي تصنف ضمن السكندري داتابيزز بيولوجيكال داتابيزز مثل كل قواعد بيانات الأخرى التي تتعلق بالمعلومات البيولوجية أو المعلومات الطبية. مثلا قواعد بيانات الخاصة بالليتريتشر أي المقالات والمراجع والريفرنسز كلها تصنف على أنها من قواعد البيانات الثانوية. أيضا قواعد بيانات المرضى والمواد الطبية المشتقات الطبية أو المستحضرات الطبية كلها يمكننا اعتبارها على أنها secondary biological databases. ما هي البرمجيات التي استخدمت في موضوع إنشاء قواعد بيانات؟ لمن يعمل ضمن هذا المجال يعلم، أو لابد أن معظمكم قد أجرى مثل هذه الدورة وهي دورة في الأوفيس، فإن هناك برنامج يطلق عليه اسم الـ MS Access، برنامج الأكسس، وهو برنامج قواعد بيانات. من حيث الشكل العام إذا رأيتموه كبرنامج ظننتم أنه مثل الإكسل. الإكسل هو برنامج أيضا من مجموعة الأوفيس، ولكن الإكسل مخصص بالجداول، مختص بالجداول. الفرق بين الأكسس والإكسل أن الأكسس هو قاعدة بيانات وهي طريقة لربط البيانات الموجودة ضمن الجداول. إذا الـ MS Access هو من برامج قواعد بيانات المشهورة جدا كمجموعة أوفيس لمن يعمل من هذا المجال. وهناك الاوراكل، والبرنامج الاوراكل لطالما تم استخدامه في انشاء السجلات البيانيه للمجتمعات والشركات وغيرها، ولاداره الحسابات ولاداره الاشخاص ضمن الشركات او البيانات كافه البيانات المتعلقه بالشركات، وهذا يشمل الموظفين ويشمل البضائع ويشمل كل ما يهم الشركة من بيانات، كلها تخزن ضمن جداول مربوطة بعضها ببعض في برامج قوية جدا ولكنها مكلفة. هذه مشكلة مثل هذا النوع من البرامج، أنها ليست مجانية، مكلفة، سواء كان الأوراكل أو الـ MS Access. وهي موجودة من أجل تخزين البيانات في جداول وربطها مع بعضها واستخراج التقارير واستخراج المعلومات الأساسية من خلال إجراء الكويريز. كويريز تعني أن نجري بحث بالبيانات الموجودة من خلال ربطها ببعضها واستخراج الأمور الأساسية في ضمن شروط معينة، كما لو أنه عملية فلترة. أنا أريد مثلا الموظفين الذين عملوا خلال فترة معينة والذين تقاضوا والذين كانت اختصاصاتهم كذا وكذا، هذه كلها عبارة عن بيانات فلترة. يمكننا أن أفلتر الجداول بحيث أنني أستخرج فقط الأشخاص أو السجلات التي تنطبق عليهم هذه البيانات، وهذا هو المجال الذي تبرع به قواعد البيانات. على كل حال مثل هذه البرامج رغم أهميتها وقوتها لم تكن هي التي استخدمت في موضوع قواعد البيانات الخاصة بالمجال البيولوجي، وإنما استخدم أمر أسهل وأسهل للتداول وأرخص قيمة وقابل للتبادل بين المخابر بسهولة، وهي تعتمد على الملفات النصية. الملفات النصية فلات فايل سهلة الاستخدام، وبخاصة من صيغة ASC2. هذه بنية الملفات التي تستخدم في قواعد البيانات. إذا نظرنا إلى ملف من هذه الطبيعة هو بهذا الشكل، يمكن استعراضه بالمناسبة من خلال النوت باد،
وهو عبارة عن برنامج وتطبيق بسيط موجود على حواسيبكم جميعا. ملف برنامج نصي أسهل بكثير وأبسط بكثير من البرنامج وورد الذي تستخدمونه في كتابة الأطروحات أو كتابة التقارير. هذا البرنامج النوت باد يمكنكم من خلاله استعراض ملف قاعدة البيانات التي تستخدم في قواعد البيانات البيولوجية. كيف تخزن المعلومات؟ تخزن على شكل سطور موجودة ضمن هذا الملف النصي، هو نص ملف نصي بالكامل، وذلك تخيلوا أنه ويستخدم إعدادات لغوية بسيطة جدا بدون أي تعقيدات وبدون أي فورماتينج وبدون أي فورمات لأدوات الترجمة العربية. المهم أنه يستخدمها بأسلوب التكست البسيط، وهذا بذلك لا يستغرق أو لا يستهلك مساحة تخزين كبيرة. كل سطر من سطور الجدول لها معنى محدد، ويمكنكم أن تتخيلوا أن كل سطر هو بمثابة حقل من حقول جدول قواعد البيانات، وكل جزيئة لها ملف تكست خاص بها، كلها مخزنة. أو ممكن أن تكون جزيئات مختلفة موجودة ضمن نفس النص، ضمن نفس الملف النصي، ولكنها مفصولة عن بعضها برموز أو بحروف خاصة برمجياً، تعطى قيمة معينة برمجية يفهمها الحاسب، على أن عندما تأتي هذه الحروف فإننا ننتقل من سجل إلى سجل آخر. كما أنه يفهم البرنامج أننا عندما ننتقل بين السطور فإننا ننتقل من سجل، عفوا، ننتقل من حقل إلى حقل آخر لنفس السجل، للسجل ذاته. إذن أهمية هذا الملف النصي في تخزين البيانات في قواعد بيانات البيولوجية هو أن البرامج المطلوبة لإدارته وتداوله هي برامج غير مكلفة أبدا أبدا، ويمكن تداول هذه الملفات بين العلماء بسهولة ويسر. المشكلة الأساسية في هذا النوع من الملفات النصية هو في موضوع البحث. عملية البحث ضمن ملفات نصية طويلة وكبيرة، وخاصة إذا كنا نتحدث عن جينومات، فإن هذا الأمر يصبح صعبا بعض الشيء. ولكن حاليا أمكن من خلال بعض البرمجيات أن يضاف إلى الملفات النصية تلك أن يضاف إندكس أو فهرس، وهذا الفهرس يقوم على أساس الكلمات المفتاحية، وبذلك فإن هذا الأمر يسرع في عملية البحث عن بعض المعلومات ضمن الملفات النصية الخاصة بقواعد البيانات. لا يمكن، هناك سؤال من زميلنا إبراهيم يتحدث عن CSV. CSV هو عبارة عن ملف نصي، ولكن هو يستخدم الفواصل من أجل فصل البيانات. فيمكنكم هذا الملف النصي CSV يمكنكم أن تفتحوه باستخدام برنامج مثل الإكسل، والأمر بسيط لأن البرنامج الإكسل سوف يتعرف على الفواصل باعتبارها أنها هي الفواصل بين الأعمدة، وأن كل سطر هو عبارة عن الفواصل بين السطور بالجدول الإكسل، وبذلك يكون مساحة هذا الملف أو حجم تخزينه أقل بكثير من حجم تخزين ملف الإكسل، ويمكن تداوله وقراءته باستخدام ملفات النصية أو حتى باستخدام النوت باد الذي تحدثنا عنه قبل قليل كبرنامج من أجل الملفات النصية البسيطة. هذا يطلق عليه اسم ملف CSV. هذه الملفات التي تحدثنا عنها AST2 هو نوع يشبه من حيث المبدأ CSV، ولكن طريقة فصل السجلات وطريقة فصل الحقول هي ما يختلف، هي الطريقة التي تختلف فيها العملية. حسنا، يمكننا الآن أن نبدأ مع قواعد البيانات الأولية Biological Databases أو Primary Databases. قواعد البيانات الأولية هناك النوعان الأساسيان، النوع الأول هو الذي يعنى بتخزن تخزين ومعالجة والبحث ضمن النيكلوتيدات أو التسلسلات النيكلوتيدية، تسلسلات الـ DNA عموما، وهناك النوع الآخر الذي يعنى بالبروتينات أو تسلسلات البروتينات. هناك ثلاث عمالقة في موضوع قواعد البيانات، أحدهما مشهور كالنار على العلم الـ NCBI، وهو من أكثر المواقع تداولا، ثم بعد ذلك ظهر موقع آخر هو الموقع الخاص بـ DNA Data Bank of Japan، وهو عبارة عن موقع أيضا لتخزين تسلسلات الـ DNA ولكن خاص باليابان أو بمنطقة آسيا.
ثم لدينا أيضا موقع خاص بتخزين قواعد التسلسلات الدي ان اي عموما أو التسلسلات عموما، وهو خاص بأوروبا. ان سي بي اي هو موقع خاص بالولايات المتحدة الأمريكية. حديثا لا ينبغي أن نقلق بهذا الشأن، لأن عمليا هناك نوع من المشاركة بين هذه المواقع الثلاثة ونوع من السنكرونايزيشن، أي أن هناك نوع من المزامنة، فأي تسلسل موجود بأي واحد من هذه القواعد البيانات الثلاثة الضخمة سوف ينتقل أوتوماتيكيا إلى الموقع الآخر، ولكن ضمن إعدادات هذا الموقع، ولن يكون هناك إعاقة أو لن يكون هناك مشكلة، لأنكم لو استخدمتم أي من هذه المواقع في عملية البحث أو في عملية التصفية فإنكم سوف تحصلون على النتيجة ذاتها، حتى إذا أنكم حصلتم على تسلسل بنتيجة دراستكم ونتيجة أبحاثكم، حصلتم على تسلسل من الـ DNA أو من البروتينات أو أيا كان، وأردتم نشره بأي واحد من هذه الثلاثة، فإن بالنهاية سوف يكون موجودا على المواقع الموقعين الآخرين من نتيجة الاتفاقية التي هي موجودة بينهما كما سنرى بعد قليل. واحد من أهم مواقع البيانات، قواعد البيانات الأولية، هي موقع الجين بانك داتابيز. الجين بانك داتابيز هو العملاق الأكبر الذي يتبع إلى الناشونال سنتر أوف بايوتكنولوجي انفورميشن، وهو الموقع أمريكي تابع لجهة أمريكية. حاليا هناك ما يزيد، أظن هذا الرقم يبدو قديم بعض الشيء، 199 مليون سيكونس، أظن أن العدد حاليا هو عدد أكبر من ذلك بكثير، يمكن أن نتحدث عن 300 مليون أظن تسلسل حاليا موجود ضمن قاعدة البيانات جين بانك التي تتعلق بالـ NCBI. إذن ضمن الـ NCBI كما ذكرنا سابقا في أظن في المحاضرة الأولى أو المقدمة، الـ NCBI هو مجموعة من قواعد بيانات، ليست قاعدة بيانات واحدة. القاعدة البيانات التي تعنى بتخزين جزيئات الـ DNA الأولية والبروتينات هي الـ DNA، هي الجين بانك داتابيز. كل نتائج السلسلة، كل النيكلوتيدات، كل ما حصلنا عليه من تسلسلات أو ما حصل عليه العلماء حول العالم وتم نشره ضمن قاعدة البيانات جين بانك موجود في هذا المكان. سنضغط على رابط الـ NCBI، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك عندما تحاولون استرجاع المحاضرة أو مراجعة المحاضرة. عندما نضغط على الـ NCBI نذهب إلى الموقع الأساسي للـ NCBI. الجين بانك هو قاعدة البيانات الخاصة بالنيكلوتيدات أو بالـ DNA. يمكنكم أن تشاهدوا أو تبحثوا عن قواعد بيانات أخرى موجودة كلها بالـ NCBI كما تشاهدون هنا. أنا أستعرض أمامكم بعض قواعد البيانات الخاصة بأمور أكثر تخصصاً من موضوع الـ DNA عموماً. يمكن أن نشاهد هناك قواعد بيانات للكتب، هناك قواعد بيانات للمشاريع العلمية وللأنظمة البيولوجية وللجينات والجينومات، كلها قواعد بيانات هائلة ومتعددة، قواعد بيانات للبروتينات، قواعد بيانات للبنى الفراغية للسنيبس وهي عبارة عن طفرات، التاكسونوميز هي قواعد بيانات لكل التصنيفات الحيوية التي يمكن أن تكون، كلها قواعد بيانات مختلفة. ما سنركز عليه حاليا هو قاعدة البيانات التي تعنى بالتسلسلات النيكلوتيدات المعروفة باسم جين بانك. بكل بساطة يمكنكم وضع الشيء الذي تريدون البحث عنه هنا والضغط على السيرش، وسيقوم الكمبيوتر من خلال نظام البحث الذي يطلق عليه اسم Entries. إذن قاعدة بيانات، تخيلوا أنها جدول موجود بالخلفية، أنتم لا ترون سجلاته، وكله مخزن بملفات نصية كالتي ذكرناها قبل قليل، ولكن عملية البحث ضمن قبل هذه القواعد بيانات تتم من خلال هذه البرمجية التي نرى الواجهة أمامنا. سنتحدث عن موضوع البحث لاحقا لنتقدم بالموضوع رويدا. يمكن أن ندخل التسلسلات ضمن الجين بانك الخاص بالـ NCBI. أي شخص أو أي باحث أو أي عالم يمكنه أن يضيف أي تسلسل يحصل عليه جديد، يمكن أن يضيفه إلى قاعدة البيانات جين بانك. يمكن أن يتم ذلك من خلال صفحة الويب مباشرة، أو يمكن أن يكون من خلال أننا نحضر كل البيانات الخاصة بالتسلسل. يعني تخيلوا أنكم إذا أردتم أن تدخلوا
تسلسل معين من الدي ان اي، ليس الامر انكم تبعثون فقط تسلسل النكليوتيدات الى الان سي بي اي وتقولون له هذا هو وضعه بالقواعد بيانات. يجب ان ترسلوا مع التسلسل الذي حصلتم عليه، تسلسل النكليوتيدات، كل البيانات الاضافيه من اجل ملء كافه الحقول الاخرى لهذا التسلسل. ذكرنا ان هناك حقول مختلفه لنفس التسلسل، لنفس السجل. هذه الحقول تشمل من أين حصلتم على هذا التسلسل؟ ما هو الكائن الذي كنتم تعملون عليه؟ هل هناك نشرة علمية تخص هذا التسلسل الذي بين أيديكم؟ هل هناك شركاء لكم في هذا التسلسل، في الحصول على هذا التسلسل؟ في أي تاريخ ترغبون بنشر هذا التسلسل؟ هل ترغبون بنشره أم ترغبون؟ كل هذه معلومات ومعلومات مستفيضة يجب أن ترسلوها مع التسلسل من أجل أن يتم اعتمادها ووضعها كسجل معتمد ضمن التسلسل، ضمن قاعدة بيانات. وبرأيكم ما هي أول معلومة سوف يرسلونها لكم بعد أن ترسلوا التسلسل؟ هذا السؤال مطروح عليكم. ما هو برأيكم أول معلومة سوف يرسلها لكم موقع جيم بانك أو موقع الان سي بي اي بمجرد أن ترسلوا التسلسل؟ طبعا لازم، يجب أن يكون صحيحا، ويجب أن تكون المعلومات التي أرفقتموها مع التسلسل معلومات صحيحة وموثقة، وطبعا أنتم من يكفل موضوع الدقة والصدق والأمانة، ولكنهم بالمقابل بمجرد أن ترسلوا تسلسل إليهم إما عن طريق الإيميل أو عن طريق السكوين وهو التطبيق الذي يستخدم من أجل بناء التسلسل ووضع كل المعلومات الضرورية، ثم ترسلونه بالإيميل إلى إيميل محدد من الجيم بانك، وبعد ذلك هم يراجعون البيانات الموجودة ويضعونه ضمن قواعد بيانات، وعندها يظهر ضمن البحث. ما إن تجروا أي عملية بحث بأي كلمة مفتاحية تخص التسلسل وردت بأي مكان كنتم قد أرسلتموه مع التسلسل، كاسم الشخص الناشر أو كسنة النشر، أو طبعا يجب أن تكونوا أكثر تخصصا بموضوع البحث، لأنكم إذا وضعتم فقط سنة النشر أو اسم الباحث أو يمكن أن تظهر عدة سجلات، ولكن يجب أن تكونوا أكثر تخصصا. مثلا ما هو اسم البروتين أو اسم الجين التي أرسلتم تسلسل خاص بها؟ سؤالي أنه صدقونا لحتى يضيفوا المعلومة، أوكي أكيد، ولكنهم لم يرسلوا هذا فقط، سوف يرسلوه مع أمر آخر. ما هو الشيء الذي سوف يرسلوه؟ بروتوكول البحث، هذا يفترض أنها المعلومات التي أنتم ترسلونها إليهم. موضوع ما هو البروتوكول الذي استخدمتموه من أجل الحصول على هذا التسلسل؟ هذه يفترض أن تكون من المعلومات التي أنتم أرسلتموها وليس التي هي هم أرسلوها إليكم كإعادة. حالة الشخص إذا كان مريض أو سليم هذا يتعلق بكم ليس بهم، هم لا يعرفون شيء عن هذا التسلسل. أنتم ترسلون لهم تسلسل وأنتم تعطونهم المعلومات الخاصة بهذا التسلسل. بعد أن يظهر التسلسل ضمن قاعدة البيانات، عندها يمكن أن تجرى عليه النوتيشنز أو أي نوع من أنواع الغربلة فلنقل، حتى تظهر البيانات الإضافية الخاصة به ضمن القواعد البيانات الثانوية. Translation Result ليسوا مهتمين كثيرا، رغم أن عمليا عندما ترسلون التسلسل ضمن برنامج السكوين أو حتى على موقع الإنترنت، فإنه ضمن الإجراءات سوف يسألونكم هل هذا عبارة عن تسلسل DNA مرمز، أي أن فيه مجال حتى وإن كان هذا المرمز كامل أو مرمز مجزوء. إذا كان كامل هم سوف يتولون من خلال هذا التطبيق سكوين، هو سوف يتولى موضوع البحث هل هناك أحماض أمينية أو ترجمة لأحماض أمينية أم لا. أما إذا كان مجزوء، وذكرتم أن هذا التسلسل هو DNA أو جين مجزوء، بالتالي لا يستطيع البرنامج البحث لأنه لن يعرف أين بدايته ولا نهايته، ولكنهم سوف يطلبون منكم هل هناك أحماض أمينية تنتج عن ترجمته ولو بصورة جزئية، وأنتم من سوف يحدد فيما إذا كان هذا الشيء صحيح أم خطأ، وسوف تضعون أن هناك ترجمة جزئية من المجال كذا إلى المجال كذا، وسوف تعطينا، أو هم عندها يمكنه للبرنامج التنبؤ وسوف يعلم أنه لن يبحث عن ATG أو عن Start وعن Stop Codon، ولكنه سوف يبحث عن Frame أو عن طور يبدأ بتسلسل كودون معين ويستمر حتى الكودون آخر بنهاية السلسلة أو قبل نهاية السلسلة لا يعلم. إذن لازلت أنتظر منكم الجواب، ما هي المعلومة التي سوف يردونها عليكم ما إن ترسل لهم تسلسلا كاملا ومضبوطا وفيه كل المعلومات الضرورية؟ إذا لم يعمد لديكم إجابات أنا سأخبركم. سيرسلونكم شكرا لإرسال التسلسل، سوف يتم دراسته والتأكد منه، وهذا هو الأكسيشن نمبر الخاص بالتسلسل الذي أرسلتموه.
أي أنهم سوف يعطونكم رقم السجل المفتاحي، أو عفوا رقم الحقل المفتاحي الخاص بتسلسلكم. وكيف سوف يستمدون هذا الحقل المفتاحي؟ هذا الحقل المفتاحي هو عبارة عن التسلسل المنطقي المتتابع من آخر جزيئة أو من آخر سجل كان موجود، والآن أصبح هناك سجل جديد هو السجل الخاص بجزيئتكم التي أرسلتموها، تسلسل الدي إن إيه. وبالتالي سوف يعطونكم هذا الرقم المفتاح ويقول لكم أن هذا هو رقم المعاملة الخاصة بكم، مثل عندما تذهبون إلى دائرة حكومية ويعطونكم رقم الديوان. رقم ديوان هو الرقم التسلسلي ضمن الدفتر، ضمن السجل. ونفس الأمر سوف يعطونكم هذا الرقم الفريد الذي هو اكسيشن نمبر، وسيبقى معكم دائما كرمز للجزيئة أو للدي إن إيه الذي أرسلتموه إلى قاعدة البيانات تلك. وفي مقالاتكم وفي كل المقالات التي سوف تأتي لاحقا، عندما سوف تذكرون أننا نشرنا هذا البحث. هل هناك صوت؟ هل هناك مشكلة؟ أرجو منكم تأكيد أن الصوت عاد ولم يعد هناك أي إشكالية. إذن كما ذكرت أنه في أي مقالة أخرى سوف تنشرونها وسوف تذكرون أن لديكم بنتيجة هذا العمل أو هذه التجربة حصلتم على تسلسل ونشرتموه في قاعدة البيانات الجين بانك، وأنكم حصلتم على أكسيشن نمبر، وسوف تضعونه ضمن النص أو ضمن المقالة كدليل على أنكم حصلتم على هذا التسلسل. ويمكن أي أحد قرأ هذه المقالة الخاصة بكم، وبمجرد أنه حصل على الأكسيشن نمبر سوف يذهب مباشرة إلى موقع الـ NCBI وسوف يسجل الأكسيشن نمبر كما هو، وسوف يضغط على سيرش، ولن يظهر أمامه إلا البيانات الخاصة بالجزيئة التي أنتم نشرتموها. كما ذكرنا أن نشر التسلسل في المجلات العلمية يتطلب حاليا، وخاصة إذا كنتم تناقشون أو كنتم تتطرقون في هذه المقالة إلى موضوع حصولكم على جين جديد وأنكم حصلتم عليه من كائن جديد وهكذا وهكذا، لم يعد أحد يقبل أن تضعوا تسلسل هذا الجين ضمن النص المقالة. سوف يقولون لكم لا تضعوا نص الجين، وهي قد تأخذ 3 أو 4 أو 5 صفحات، ليس مطلوب أبدا أن تفعلوا ذلك. تضعوا هذا النص كله وتنشرونه في قاعدة بيانات كالجين بانك أو أي قاعدة بيانات موثوقة، وتضعون فقط بالمقابل الأكسيشن نمبر لهذا التسلسل، وهذا يكفينا. أي مجلة محترمة حاليا تفعل ذلك، لا تقبل أبدا أن نضع تسلسل الجين الذي حصلنا عليه وسلسلناها على شكل نص ضمن المقالة أبدا. يكفي أن تنشروا هذا النص ضمن قاعدة بيانات، تنشروا تبعته ترسلوه عن طريق الويب بيج، عن طريق صفحة الويب، أو عن طريق الإيميل بعد أن تقوم بإعداد ملف سكوين له، وهكذا تحصل على الأكسيشن نمبر الذي تستخدمونه في المقالات. ويمكن أن يكون ذلك في الجين بانك، أو يمكن أن يكون ذلك في أي قاعدة بيانات شريكة مثل قاعدة بيانات الخاصة بأوروبا التي ذكرناها قبل قليل، أو قاعدة بيانات الدي إن إيه الخاصة باليابان DDBG. كل database entry، كل سجل لقاعدة البيانات مزود بيونيك ايدنتيفيكيشن تاج، اي ان هناك خانة مفتاحية كما ذكرنا قبل قليل نطلق عليه اسم الاكسيشن نمبر AN، اكسيشن نمبر اختصارا AN، مشهورة جدا. وهو عبارة عن ريكورد، وهو عبارة عن لا افضل ان استخدم ريكورد وليس ريكورد، هو عبارة عن فيلد حقل لا يتغير ابدا ابدا و مهما حدث، لأنه هو الرامز الأساسي للداتابيز، للسجل الداتابيز. بعض الأحيان يمكن أن تظهر أو يستبدل الأكسيشن نمبر لجزيئة معينة، مثلا لتسلسل ديني معين بأكسيشن نمبر آخر. السبب بكل بساطة، إذا كان هناك سجل جديد، هذا السجل يجمع أكثر من جزيئ الدي إن إيه مع بعضهما البعض، بنتيجة فلنفرض أنه عبارة عن نوع من الجمع بينهم أو المقارنة فيما بينهم، أنكم سوف تفترضون أن هذا السجل الجديد سيكون له أكسيشن نمبر، ولكن أيضا سيشير ضمن هذا السجل، سيشير في مكان ما إلى أن هذا السجل هو مبني على أساس جزيئتين، الأولى هي كذا وهذا هو الأكسيشن نمبر الخاص بها، الجزيئة الأخرى هي كذا وهذا الأكسيشن نمبر الخاص بها. وإذا كان هناك أكثر من جزيئة سيكون نفس الأمر، أي أنه دائما ستكون الجزيئة الأساسية مربوطة مع الأكسيشن نمبر الخاص بها، ولكن إذا وردت هذه الجزيئة
في سجل جديد للمقارنة بين أكثر من جزيئة مع بعضها البعض. مثلا كما هو الحال أن يكون هناك تسلسل للدي إن إيه وتسلسل لبروتين آخر، اكتشفنا أنه هو المترجم عن هذه الدي إن إيه، فستجدون أن هناك اكسجين نمبر للدي إن إيه، وهناك داخل كل البيانات الخاصة بهذا الدي إن إيه هناك مكان سوف ترد فيه أن يعطي هذا الدي إن إيه بروتين مواصفاته كذا، والجزيئة الخاصة به أو السجل الخاص به هو الأكسشن نمبر التالي. إذا ضغطتم عليه سوف يقودكم مباشرة إلى السجل الخاص بهذا البروتين. The accession number is the only way to absolutely verify the identity of a sequence or database entry. كما ذكرنا من خلال الأكسشن نمبر ترونه ها هنا. هنا ترون عبارة عن ملف نصي كالذي ذكرناه، وفيه كل البيانات الأساسية الخاصة بالجزيئة التي نبحث عنها فلنفرض أو التي نشرناها. لاحظوا أن من بين البيانات التي هي موجودة في هذا الملف النصي هناك الأكسيشن نمبر أو الأكسيشن. الأكسيشن وهو عبارة عن هذا الرقم U498845، وهذا هو الأكسيشن نمبر الخاصة بهذا الجزيئة. إذا أخذنا هذا الرقم U498845، سأجري ذلك معكم من باب التنويع، U498845، أتمنى أن أكون 498845 8 8 4 5. إذا أجريتم بحث يبدو أنهم استخدموا جزيئة، وبالضبط هذه نفس الجزيئة التي هي معروضة ضمن مثالنا بالشريحة. تمام؟ لاحظوا بمجرد أنني وضعت الأكسيشن نمبر، فقط الأكسيشن نمبر ولا أي شيء آخر، حصلت على نفس السجل، نفس الجزيئة التي هي موجودة ضمن شريحتنا هنا. أحسن. ما هي معلومات الأخرى التي يمكن أن تستقونها؟ سأترك هذا الأمر للدردشة معكم. انظروا إلى هذا المناط النصي، كل سطر هو عبارة عن مجموعة من المعلومات يفرق بينها الحاسوب، فالحاسوب يعلم أننا طالما أننا ضمن بداية اللوكس فأننا بدأنا بسجل جديد، جزيئة جديدة، وحتى نصل إلى هذين الشخصتين المائلتين فإننا ضمن نفس الجزيئة. ما يلي هاتين الشخصتين إذا كان هناك لوكس جديدة ككلمة جديدة سيفهم البرنامج أن هذه هي جزيئة جديدة، فيمكن أن نرى أكثر من جزيئة واحدة خلف الأخرى كلها يفصلها عن بعضها البعض الشخصتان وكلمة لوكس. فإذا كل سجل موجود بالجين بانك يبدأ باللوكس وينتهي بالشخصتان بآخر التسلسل. ولكن ما هي المعلومات التي يمكن أن نستقيها من هذه الجزيئة؟ لاحظوا العنوان العريض هو الاسم الكامل للجزيئة مع بعض البيانات الأساسية Saccharomyces، وهي عبارة عن نوع من أنواع الخميرة. تأتي اسم الجين TCP1 بيتا جين، وهي عبارة عن جزء من CDS وهو المجال المرمز، ويمكن أن نفهم مباشرة أنه يتعلق بالـ RNA أو الـ RNA التي المنتسخ بالمعكوسا بالنسخ العكسي. في هذه المنطقة هناك الجينتان الجين AXL2 والجين RIV7 كلها موجودة. من يخبرني ما هي المعلومات الأخرى التي يمكن أن تستقونها من الملف النصي مباشرة من أمامكم؟ المؤلفين تماما authors rumor madden وغيرها، هذه مجموعة الأشخاص الذين اكتشفوا أو الذين حصلوا بنتيجة عملهم في المخبر على تسلسل الـ DNA، هذا تسلسل الـ DNA الذي يبدأ من الواحد وحتى إذا أردنا أن نعرف طول مباشرة يمكننا أن نرى أعلى الجزيئة 5028 بيز بير شفع نيكلوتيدي، فهذا هو طول الجزيئة كاملة، وهي عبارة عن DNA بالمناسبة، وهي عبارة عن DNA خطي لينير وليس DNA حلقي كما هو الحال بالبلاسميدات أو بحالة الكروموزومات البكتيرية، وهي من الخميرة، وهذا هو التصنيف العلمي للخميرة أو الاسم العلمي للخميرة ما نجده من خلال التاكسون. مصدر الجين تماما، يمكننا أن نعرف مصدر الجين، يمكننا أن نعرف تاريخ النشر 29 أكتوبر عام 2018.
المجلة النشر إذا كانت منشورة فعلا بمجلة معينة يمكننا أن نرى اسم المجلة أو اسم أولا اسم المقالة التي وردت فيها أي بيانات خاصة بهذه الجزيئة. بعد ذلك يمكننا أن نرى اسم الجين، اسم المجلة، عفوا كبست زر بالغلط، سنعود إليه بعد قليل. اسم الجين المجلة هي جين، مجلة الجين ديفلوبمنت، وهذا العدد والتاريخ وحتى المجال الصفحات. يمكننا أن نذهب مباشرة إلى هذه المقالة، انظروا، من خلال الضغط على هذا الرقم، وهذا الرقم الذي هو بالقرب من الباب ميد. هل يعلم أحدكم ماذا نقصد به؟ باب ميد، أها، باب ميد هو محرك بحث، صحيح، وهو محرك بحث لقاعدة بيانات ثانوية تعنى بتخزين الأوراق البحثية، صحيح. وما رأيكم بهذا الرقم؟ ماذا يعني هذا الرقم؟ تماما، هذا هو رقم الـ Accession Number، ولكن يطلق عليه في الـ PubMed، يطلق عليه اسم الـ PMID. أظن أنه رقم الـ PMID، هذا هو ما ترون، وهو Accession Number بالمناسبة، أسلوب من أساليب التصنيفية أو إعطاء الحقول المفتاحية ولكن للمقالات ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمقالات. لاحظوا أننا بمجرد ضغطنا على الرقم انتقلنا مباشرة من قاعدة البيانات الجين بنك التي كنا بها قبل قليل فيها قبل قليل إلى قاعدة بيانات أخرى، هي قاعدة بيانات المراجع العلمية، وانتقلنا مباشرة نتيجة الضغط على هذا الرقم الذي يعطي فقط سجل واحد فقط، وهو هذه المقالة المربوطة مع الجين. سوف تجدون إذا بحثتم ضمن النص، أظن أنا لم أقرأها صراحة، ولكن في مكان ما ضمن النص يجب أن تحصلوا على الأكسيشن نمبر الذي بحثنا فيه، ومن خلال هذا الأكسيشن نمبر أنا أعرف كيف أذهب مباشرة إلى الجين التي تم ذكرها في هذه المقالة. حسنا، يمكننا العودة، كنا نعود إلى المحاضرة لنرى تسلسل المعلومات. ممكن أن نجد أيضا الكيورد. كيورد هنا ليس موجود هناك أي كيورد، ولكننا يمكن إضافة كيوردز خاصة بهذه الجزيئة. مثلا يمكننا أن نضع أنها مثلا من الجزيئات الدي إن إيه التي لها علاقة بوظيفة استقلابية معينة مثلا، أو مفرزة أو غير مفرزة، كلمات مفتاحية. من خلال هذه الكلمات المفتاحية يمكن أن نساعد بتسهيل عملية البحث. أيضا نجد في أنه في أعلى السجل أو في أعلى الملف النصي هناك كلمة اللوكس، وكلمة اللوكس هي التي تبدأ بها الجزيئة. وإذا نظرنا إلى الخاص أو الرمز الخاص باللوكس، هو نفسه الأكسيشن نمبر بالمناسبة، فقط مسبوق بأول حرف من الجنس والنوع، ساكرومايسيس سيريفيزي اسي، ثم الأكسيشن نمبر، فهو يشتق مباشرة كرمز من الأكسيشن نمبر ومن الكائن الذي منه اشتقت هذه الجزيئة. هنا مذكور أنه ليس بمثل الأكسيشن نمبر، ولكن اللوكس يمكن أن يحدث عليه بعض التعديلات إذا حدث أي تغيير ضمن قاعدة البيانات، إنه قابل للتعديل، وهو يتألف من 8 أحرف. هذه الـ8 أحرف، أول حرفين هم عبارة عن الجنس والنوع، ثم الأكسيشن نمبر. حاليا هناك الأكسيشن نمبر نفسه أصبح 8 أحرف، يبدو أن 6 أحرف لم تعد كافية من أجل الأكسيشن نمبر، لابد من، بسبب عدد الهائل من الجزيئات، فأصبحنا نتحدث الآن عن أكسيشن نمبر يتألف من 8 أحرف أو 8 أرقام. نلاحظ أنه في نفس السطر الذي فيه اللوكس نيم، وهو السطر الأول كما تشاهدون، نجد أن هناك طول الجزيئة. على الأقل يجب أن تكون الجزيئة أو تتألف الجزيئة من 50 شفع من الأسس الآزوتية حتى يتم ضمها إلى الجين بانك، بالرغم من أن الجين بانك في بداياته احتوى حتى على جزيئات كانت أصغر من ذلك، ولا تزال هذه الجزيئات موجودة ضمن الجين بانك، ولم تزال ولم تستبعد لأنها موجودة ولها accession numbers وتأخذ حيزا ضمن الجين بانك. أما حاليا فلا يمكنكم نشر على الجين بانك أي تسلسل أصغر من 50 نيكليوتايد. العمود الثالث يصف ما نوع الجزيئة، ما هي طبيعة هذه الجزيئة، هل هي جزيئة DNA، هل هي جزيئة RNA،
هل هي جزيئة سي دي ان اي كلها، هل هي بروتين كلها يتم وصفها من خلال الموقع العمود الثالث ضمن السطر الأول. بعدها يظهر أيضا هل هو عبارة عن طبوغرافية الجزيئة، هل هي حلقية أم هل هي خطية، كل ذلك نراه أيضا في السطر الأول. آخر سطر من اللوكس هو عبارة عن تاريخ النشر، التاريخ الذي نشرت فيه أو على الأقل عدلت فيه، آخر تعديل لهذه الجزيئة. أحيانا في نهاية التسلسل أو في نهاية البيانات الخاصة بالجزيئة نجد كلمة origin. origin كانت في السابق تستخدم ويوضع فيها ما هو المصدر من هذه الجزيئة، حاليا تترك فارغة محل كلمة الأوريجين ولا يملأ أمامها شيء. التسلسل الخاص بالجزيئة يأتي في الأخير تحت في الأسفل، ويتم ترقيم هذا التسلسل كما ترونها هنا، أو ممكن أن نعود إلى جزيئة بشكل أوضح هنا. هذا هو التسلسل الجزيئة بالعرض مختصر بعض الشيء، فقط أخذنا السطرين الأولين من أجل فقط المقارنة. يمكنكم أن تذهبوا وتشاهدوا وصف دقيق لكل جزء من المعلومة أو لكل بيانات من هذه البيانات أو الكيوردز، يمكن أن أطلق عليها اسم الكيوردز، هذه الكلمات التي هي تشير إلى اليسار مثل locus و definition و accession والكيوردز والسورس والأورجانيزم، كلها عبارة عن كيوردز، أس كلمات مفتاحية لها دلالات برمجية. ويفترض أنكم عندكم عندما سترسلون أي جزيئة خاصة بكم كتسلسل دي ان اي يفترض أن تملأوا أو ترسلوا كل هذه البيانات. يمكن أن يكون نقص ببعضها ولكن يجب أن تملأ معظمها حتى تعتمد. يجب أن تحددوا أيضا من أي مكان لأي مكان من بنية الجزيئة، وهذه هي الأنوتيشن التي كنا نتحدث عنها أو الفيتشرز التي هي موجودة ضمن التسلسل، من هنا من بداية إلى من البداية حتى 206 هي عبارة عن الجين كذا وهي بشكل ام ار ان اي مجال مرمز كودينج سيكونس أو جين وغيرها من البيانات الخاصة ضمن التسلسل. حتى إذا كان هناك تسلسل للأحماض الأمينية لهذا المجال المذكور الكودينج سيكونس، فإن تسلسل الأحماض الأمينية سوف يظهر بجواره مباشرة. ويمكنكم أن تذهبوا إلى البروتين وهو ضمن قاعدة بيانات أخرى بمجرد الضغط على هذا الأكسشن نمبر الخاص بالبروتين أو الاي دي الخاص بالبروتين. فهذا التسلسل من الدي ان اي يرمز لأكثر من مجال بروتيني، يمكنكم مباشرة أن تروا التسلسل أو تضغطوا وتذهبوا إلى تسلسل أو لقاعدة بيانات إلى السجل الخاص بكل واحد من هذه التسلسلات. لنستعرض بعض الشيء الكيوردز المستخدمة وما هي دلالاتها، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك أنتم عندما تراجعون المحاضرة. هي موجودة ضمن الشكل هنا، هناك رابط تضغطون عليه وعندها سوف يأخذكم إلى مثال من واحد من ملفات الجين بانك فلات فايل فورمات، وترون فيه معظم الكيوردز أو الكلمات المفتاحية المستخدمة ضمن السجل. إذا نزلتم إلى الأسفل تبدأ استعراض كل واحد من هذه الكلمات ماذا تعني. أنا أنصحكم بقراءة هذا الموقع أو بقراءة هذا الملف لأنه يعطيكم دلالات مهمة جدا عن ما هي كل سطر من هذه السطور إلى ماذا ترمز. لوكاس مثلا ماذا يرمز؟ يحتوي هذا المحق كما يقول هنا بالجملة عدد من البيانات والعناصر المختلفة كاسم اللوكاس كما ورد رأينا قبل قليل، وهو عبارة عن الأكسيشن نمبر وبالإضافة إلى حرفي الجنس والنوع، طول التسلسل، نوع الجزيئة والجين بانك ديفيجن هذا لم نراه قبل قليل، موديفيكيشن داتا متى تم التعديل الأخير، وكل وحدة من هذه العناصر موصوفة بالأسفل. اللوكس نيم ما هي؟ التسلسل ما هو؟ رأيناها قبل قليل. ونوع الجزيئة ماذا يمكن أن يكون؟ ممكن يكون دي ان اي، ار ان اي، سي دي ان اي، بروتين وغيرها وغيرها. والجين بانك ديفيجن بأي جزء من الجين بانك تم تخزين هذه البيانات، لأن لدينا أكثر من نوع. وهكذا يمكنكم أن تراجعوا كل هذه البيانات.
واحدة تلو الآخر. الكيوردز ماذا يمكنكم أن تضعوا ككيوردز، السورس المصدر، الأورجانيزم، ومن أين يمكنك أن تحصلوا على الاسم العلمي للكائن الذي استحصلتم الـ DNA منه، الأوثرز تايتلز، وهكذا وهكذا. يمكنكم أن تراجعوا الباب ميد التي أخذناها كمثال، الجورنال التي تم فيها النشر. إذن كل واحد من هذه البيانات هناك وصف لكل واحد من هذه الكلمات المفتاحية التي موجودة ضمن سجل قاعدة بيانات جين بانك من خلال هذا الرابط. حسنا، entries هو عبارة عن الموقع الذي يقوم بالبحث بين قواعد أو ضمن سجلات قاعدة بيانات جين بانك، لأن كما ذكرت لكم إذا نظرتم إليها ستكون عبارة عن ملفات نصية هائلة جدا ومليئة بالمعلومات، يصعب أن تستخلصوا منها أي شيء بالنظر مباشرة أو بالبحث النصي المباشر. لذلك هناك برمجية خاصة بالـ NCBI مطورة من الـ NCBI تستند إلى كل قواعد البيانات التي هي متاحة بالنسبة للـ NCBI، يطلق عليها اسم الـ Entries. هذه الـ Entries هي عبارة عن الواجهة التي ترونها عند عملية البحث. هذه هي واجهة الـ Entries. يمكنكم أن تبحثوا ببحث بسيط، نصي بسيط، بمجرد أن تضعوا هنا أي كلمة تحتاجون للبحث عنها وتضغطون كلمة سيرش، وسوف يعطيكم كل البيانات المتاحة. وكلما خصصتم ودققتم وفلترتم أفضل بعملية البحث، كلما كان عدد السجلات التي سوف تحصلون عليها أقل، وهذا يسهل عليكم العملية. مثلا إذا أردتم البحث عن أي شيء يتعلق بالجروث هرمون، وهذا ما خطر في بالي حاليا، جروث هرمون، سوف تحصلون على عدد كبير جدا من البيانات، وخاصة أننا وضعنا هنا أيضا أننا نريد كل النيكلوتيدات أو من قاعدة بيانات النيكلوتيدات، كل شيء يتعلق بالجروث هرمون. تخيلوا أننا سوف نحصل على شيء هائل. يمكننا أيضا أن نوسع أكثر إذا وضعنا هنا كل الداتابيزز، all databases، عندها سوف يظهر لدينا كل شيء يتعلق بجروث هرمون ضمن كل قواعد البيانات بما فيها النصية، بما فيها المقالات، لأن هنا all databases هذا حتى يشمل المقالات الببميد التي رأيناها قبل قليل. لذلك يجب أن نكون متخصصين أكثر من ذلك. مثلا يجب أن نحدد، مثلا تريدون جروث هرمون من أي كائن أو من أي أورجانيزم. مثلا أريد جروث هرمون عند الإنسان. الإنسان تصنيفيا يطلق عليه اسم هومو سابيان، يمكن أن أضع هيومن، ولكن الأفضل أن تضعوا الاسم العلمي. الاسم العلمي هو هومو سابيانز. بحث، لاحظوا عدد السجلات، هي حاليا 44808. عندما طلبت كل قواعد البيانات في عملية البحث، هنا يستعرض لي الـ Entries أنك بحثت عن الـ Growth Hormone هومو سابيانز، ولكن انتبه بأن عدد السجلات التي ستظهر بالـ Literature أي بالمقالات هو من الكتب 1600، من الـ PubMed 76244، PubMed Central وهي عبارة عن مجموعة من المقالات التي خاصة بالـ PubMed، تمام؟ يطلق عليها PubMed Central، BMC أحيانا يطلق عليها أيضا BMC. أيضا هناك بحدود 208,000 سجل ورد فيها كلمة Growth Hormones Homo sapiens. إذن بأي واحد من هذه يمكن أن أضغط، وبالتالي سوف يوجهني إلى هذا النوع من السجلات، ولكن أنا ليس هذا ما أريده. أريد الجينات مثلا، أو أحيانا أريد البروتينات. ماذا أريد بالضبط؟ ما هي الشيء الذي أريد أن أبحث عنه؟ هي بروتينات التي فيها هرمون النمو هومو سابيانز أم ماذا؟ يمكننا أن أعمل بطريقة مختلفة بعض الشيء، بدل أن أبحث بكل قواعد بيانات أن أبحث بالبروتينات مثلا، أو لنبقى على الدين إي بما أننا نتحدث عن قواعد بيانات الخاصة بالدين إي، نبقى على النيكلوتيدات. بحث، وسوف أخصص بموضوع الهومو سابيان، هومو سابيانز. لاحظوا معي أنه سوف يعرض أمامي فقط الكائنات أو السجلات التي سوف يظهر فيها هرمون النمو، ويظهر فيها أي شيء يتعلق بالإنسان. كل هذه البيانات قد تجدون أن هذه ليس لها علاقة بالهرمون. لا، إذا كبستم ودخلتم إلى البيانات الداخلية سوف تجدون أنه تم ذكر هرمون النمو وتم ذكر أنه هومو سابيان. كما هو الحال هنا، هذا السجل أوضح قليلاً، يظهر جينة هرمون النمو والكمبليت سي دي اس، المجال الكامل المترجم كله من هرمون النمو. ولكن يجب أن يكون هناك تخصص بالبحث.
إذن أذكركم بأن المجال أو الموقع أو الصفحة التي أبحث من خلالها هي ما يطلق عليه اسم entries ضمن الإنترنت، على الإنترنت. يمكننا أن نستخدم مصطلحات في عملية البحث مثل and و or و not، كلها من أجل أن نكون أكثر تخصصيا في البحث أو أكثر انتقائية في البحث، من أجل أن نفلتر عملية البحث. الـ entries is an important and effective tools، أكيد أنه هو الأكثر استخداما في كل ما يتعلق بالبحث عن الجزيئات البيولوجية الضخمة أو الجزيئات البيولوجية الموجودة في قواعد البيانات. يمكننا أحيانا أن نقيد عملية البحث كما رأيتم قبل قليل، من أجل أن لا يبحث في أي كان ويظهر لي العديد من السجلات التي لا أريدها، أو يظهر لي على سبيل المثال سجل ورد فيه بالصدفة نتيجة المقارنة، نتيجة المعلومات الإضافية، أو مثلا نتيجة كلمة موجودة بعنوان الورقة المنشورة. سوف يظهر، حتى هذا سوف يظهر لي ضمن البحث، ولكن ليس هذا ما أريده. أريد جزيئة أو أريد السجل فيه الجزيئة الDNA الخاص بهرمون النمو، وليس عند أي كائن ولكن عند تحديدا الإنسان. لذلك يمكنني أن أخصص بحيث أن أضع الكلمة التي أبحث عنها وأضع خلفها الفيلد آي دي، أو لنقل أنها معرف الحقل. هذه السطور التي رأيناها قبل قليل هي عبارة عن الحقول، هذه التي نراها هنا أو نراها إلى يسار النص هي الحقول. وبالتالي أنا يمكنني أن أقول للبرنامج أو للموقع أو للإنتريز، أقول له أن أخبره بأنني أريدك أن تبحث عن الهومو سابينز ليس في أي مكان، ولكن تحديدا في الحقل الخاص بالأورغانيزم. وبالتالي أنا يمكنني أن أكتب هومو سابينز وأضع بين قوسين الأورغانيزم آي دي، وسوف نرى ما هي هذه الحقول أو هذه المفاتيح الخاصة بالحقول. على سبيل المثال سأكبرها بعض الشيء حتى ترونها. ORGN هذه الأحرف الأربعة هي التي ترمز للأورغانيزم. فبمجرد أنني أريد أن أبحث عن هومو سابينز وتحديدا ليس في أي حقل آخر، تحديدا في حقل الأورغانيزم، فيجب أن أضع خلف الهومو سابينز وبين قوسين أضع أن الحروف ORGN. في الحقيقة ليس مطلوب منكم أن تحفظوا اختصارات كل واحد من هذه الحقول، الأمر لم يعد بهذه الطريقة. بالجود يبدو أو قد يكون في بدايات الأمر كان مطلوب أن نتعامل بهذه الطريقة، أن نسجل أو أن نحفظ كل اختصار. كما هو تلاحظون هنا كمثال الخميرة، وضعنا اسم الخميرة الاسم اللاتيني الكامل، ووضعنا بين قوسين اختصارا ORGN وهذا يعني Organism، ثم وضعنا رقمين 3260 نقطتين 3270، وهذا يعني أنني أريد أن يكون السيكونس لينكس SLEN وهو اختصار إلى طول التسلسل. وهذا يفهم الكمبيوتر أنه سوف يبحث عن اسم الخميرة ضمن حقل Organisms هنا، وسوف يبحث عن طول التسلسل ضمن هذا الحقل هنا، لهنا طول التسلسل، وإن سوف يخصص مكان البحث إن سوف يبحث، وليس أنه سوف يجد ضمن النص أو مهما كان في أي مكان وجد هذا الرقم 3260 فإنه سوف يضعه أمامنا أننا وجدت سجلا فيه هذين الرقمين 3260 و3270. لا، المطلوب هنا ضمن هذا النص البحثي أو ضمن هذا الكود أو ضمن هذه النص أن يقوم الكمبيوتر أو الموقع entries بالبحث عن أي تسلسل لأي جين من الساكرومايسز، ويجب أن يكون هذا التسلسل بطول من 3260 إلى 3270، وهنا أكون قد قيدته لعملية البحث، وسوف يظهر لي فقط كل الجزيئات أو كل السجلات التي تحقق هذان المعنى. يمكنكم أن تشاهدوا كل الاختصارات التي هي تستخدم كاختصارات للحقول من خلال الضغط على الهلب أو المساعدة. بمجرد ضغطكم على المساعدة، أنا أدعوكم بعد المحاضرة حقيقة للدخول إلى موقع NCBI والتعرف عليه ومحاولة اختباره بجزيئات أيا كان، هرمون النمو، أنسولين، أي شيء عند الفأر، عند الإنسان،
كل هذه يمكنكم استخدامها. هل يمكنكم البحث عن بروتينات، يمكنكم البحث عن دي ان اي، يمكنكم البحث عن مقالات، كلها من خلال ال NCBI وخاصة موقع ال Entries. كما تلاحظون هنا هذه هي الحقول المفتاحية واختصارها، ما هو الاختصار الخاص بها، وبعض التعريفات الخاصة بهذا الحقل المفتاحي. في عملية البحث إذا أردتم كتابتها بشكل نصي يمكنكم أن تضعوا هذه الاختصارات وتضعوا قبلها الكلمة التي تريدون البحث عنها، وسوف يبحث البرنامج فقط في هذه الخانة في هذا الحقل وليس في أي مكان آخر من السجل. على كل حال هناك أمر أريح وهناك أمر أسهل سوف نراه. لماذا نعذب نفسنا بهذه الطريقة ونحفظ أسماء هذه الحقول أو نعود ونذهب لنرى ما هو اختصارها إذا كان البرنامج أو موقع الانتريز يقدم لنا ما هو أو حل بديل أسهل وأفضل؟ قد بالمستقبل إذا كنتم متخصصين جدا في البحث على الانتريز ورويدا رويدا سوف تكتسبون المهارة لدرجة أنكم مباشرة سوف تضعون الاختصارات لأنكم حفظتموها، وخاصة إذا كانت اختصارات التي تتكرر دائما. ولكن بالنسبة للمبتدئين وبالنسبة للذين سوف يستخدمون موقع انتريز لمرة أو مرتين كل شهر أو كل أسبوع، فلا بأس يمكنكم الذهاب إلى Advanced Research أو Advanced Search أو البحث المتقدم. هنا تلاحظون Advanced. سوف نعود إلى الجزيء الأساسي النيكلوتيدات، سوف نختار Advanced، وهنا في Advanced يمكننا أن نفعل تماما نفس الأمر. يمكن أن نحدد في أي حقل سوف يتم البحث. مثلا أنا أريده أن يبحث كما ذكرنا قبل قليل في وحاليا تلاحظون أن الحقول اختلفت بعض الشيء، أصبحت الحقول التي أريدها ومن بينها اسم الجين. سوف أختار اسم الجين أن تكون عبارة عن Growth Hormone، وسوف أختار حقلا آخرا أن تكون الكائن organism homo sapiens. لاحظوا أنني بإمكاني أن أستخدم المحدد أن يكون and أو or أو not. مثلا إذا لم أو كان أريد أن يبحث لي أريد أن يستخرج لي كل شيء ما عدا هرمون النمو الخاص بالإنسان أختار not. أما إذا كنت أريده أن يختار هذا أو هذا فعندها سوف يظهر لي كل السجلات التي فيها في اسم الجين Growth Hormone وفيها باسم الكائن الإنسان. إذا اخترت هنا OR فعندها سوف يقوم بالبحث أو إظهار السجلات التي فيها Growth Hormone كاسم الجين أو أي شيء له علاقة بالإنسان، وهذا خطأ، لا يفترض أن أبحث هكذا، يفترض أن نضع هنا AND من أجل أن نكون محددين أكثر. لاحظوا كيف أن كل شيء أنا أضيفه ضمن هذه الخانات الفارغة لاحظوا أنه يظهر بصورة مكتوبة، صورة مكتوبة مباشرة ضمن هذا الحقل، وهذا هو حقل النص. يعني كان بإمكاني أن أكتبه كتابة ولكن يجب أن أعرف تماما ما هي الاختصارات التي رأيناها قبل قليل. هنا مكان اسم الأورجانيزمز وهكذا. الآن بمجرد أن أصبح جاهزا بإمكاني أن أضغط على سيرش. لاحظوا أنه بالنتيجة البحث الذي أظهره أظهر لي أنك إذا بحثت جروس هرمون لنفبي فقط سوف تحصل على عدد السجلات 44808، ولكن إذا بحثت عن جروس هرمون وهومو سابينز سوف يتخصص أكثر ب 1433. يمكنني أن أقول له أنني أريد كل شيء يتعلق بذلك خلال العام 2021. على كل حال هذه هي الطريقة، يمكنكم تجربها أيضا. إذن يطلق على هذه العملية Advanced Search أي البحث المتقدم، ومن خلاله يمكنكم أن تخصصوا ما هي الحقول وبذلك تستغنوا عن موضوع حفظ الـ ID الخاصة بهذه الحقول أو الـ Fields ID. هل هناك أي سؤال قبل أن ننتقل إلى نوع آخر؟ أوكي. هل هناك أي تساؤل أو أي مداخلة ترغبون بالمشاركة فيها قبل أن ننتقل إلى موقع آخر أو نوع آخر من قواعد البيانات، وهي قواعد البيانات الخاصة بأوروبا وباليابان؟ سوف نحاول أن نمر عليها سريعا لأنها من حيث المبدأ نفس الشيء تماما،
يعني نفس الفكرة أنها سجلات من النصية، وهذه السجلات تحتوي المعلومات الخاصة بالتسلسلات المنشورة. قد يكون طريقة الإخراج وطريقة الإظهار وطريقة البحث تختلف بعض الشيء، وفيها بعض الميزات وفيها بعض الجمالية، ولكن من حيث المبدأ يمكنكم أن تصلوا إلى نفس النتيجة باستخدام أي واحد من مواقع قواعد البيانات تلك، سواء كان الـ NCBI أو الـ AMBL أو الـ DDBG. حسنا، إذا لم يكن لديكم أي تساؤل فيمكننا المتابعة. الموقع المكافئ لجيم بانك ولكن في أوروبا هو الـ ENA، European Nucleotide Archive. ENA اختصارا لـ European Nucleotide Archive، وهو السجل الأوروبي للنيكلوتيدات، وهو موجود ضمن معهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية European Bioinformatics Institute EBI. إذن الـ EBI هو كمعهد هو من أسس لقاعدة بيانات الـ ENA برمجيا، وحتى هو من جهز الأمر من حيث مكانيا. أذكركم بأننا عندما نتحدث عن قاعدة بيانات فإننا تخيلوا أننا بالخلفية نتحدث عن أجهزة كمبيوتر ضخمة ذات قدرات تخزينية عالية بسيرفرات تعمل على مدار الساعة بدون أي توقف من أجل أن تلبي حاجة كل الناس الذين يريدون الولوج والوصول إلى هذه قاعدة بيانات. فأنا أتخيل عندما أقول لكم أن قاعدة البيانات ENA مثلا موجودة في المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية، أن البرمجيا هناك فريق عمل قوي جدا من أجل متابعة كل ما يتعلق بقاعدة البيانات، التأكد من أنها ليس فيها أي نوع من التضاربات، ليس هناك أي مشاكل، تحديثها مرة بعد مرة برمجيا طبعا تحديثها، وحتى تحديثها من حيث الـ كما نقول الهاردوير يعني أجهزة القطع الكمبيوتر. فيمكن إضافة مساحات تخزين إضافية، سرعات معالجة أكبر، هذا كله لا نراه، نحن نرى فقط الأداء، نرى النتيجة. ولكن تخيلوا عندما نقول أن هناك قواعد بيانات تديرها أو يديرها هذا المعهد، فهناك فريق في هذا المعهد، فريق قوي جدا، مسؤول عن البرمجية، مسؤول عن الصيانة، مسؤول عن الكمبيوترات الخاصة بقاعدة البيانات تلك. وهم من يضعون كل القوانين ويضعون كل الشروط الضرورية للاستخدام. فهناك إذن معهد الأوروبي للمعلوماتية هو الذي يدير الإينا، وهناك المعهد أيضا معهد الياباني الوطني للوراثة National Institute of Genetics NIG الموجود في اليابان، وهو من يدير قاعدة بيانات أخرى يطلق عليها اسم DDBG. هذا المعهد هو الذي يدير قاعدة البيانات الخاصة باليابان، وهي مسؤولة أو تغطي لنقل كل احتياجات آسيا. وحاليا على العالم يغطيه من خلال الانترنت، يمكن حتى من الموجودون بآسيا النشر بالان سي بي اي او الاي بي اي او الان اي جي، كلها هذه المواقع كلها بتداخل مع بعضها البعض وعلى علاقات وطيدة وقوية بين فرق العمل تلك التي تحدثنا عنها، وأدى هذا إلى إنشاء نوع من الكولابوريشن أو التعاون الانترناشونال الدولي، وأطلق عليه اسم الانترناشونال نيوكليوتايد سيكونس داتابيس كولابوريشن اختصارا NSDC. هذا الـ NSDC هو عبارة عن تجمع لكل المجموعات العمل والمعاهد التي تدير الـ NCBI الـ ENA والـ DDBG، وتم التوصل بنتيجة اجتماعهم إلى أهمية العمل المتضافر وعدم التقاطع وعدم المنافسة، لأن الأمر لا يخدم أحد، وإنما نوع من المشاركة. فبمجرد أن تنشروا أو بمجرد أي أحد يرسل أي تسلسل إلى الـ NCBI فإنه سوف يظهر بعد 24 ساعة أو خلال 24 ساعة في أي من المواقع الأخرى مباشرة، يحدث له مزامنة بين هذه المواقع. ولذلك لا أحد يخشى أنه إذا أجرى أي بحث عن جزيئات محددة، يقولون أنه أنجز أو أقام بكويري أنه قام ببحث معين من أي واحد من هذه المواقع، فسوف يحصل على النتيجة المتشابهة تماما، لأن البيانات الموجودة فيها نفسها تماما ومحدثة إلى آخر لحظة. ما هو الاختلافات بين القواعد البيانات؟ من حيث المبدأ الـ NCBI أو الجين بانك والـ DDBG تتشابه كثيرا في طريقة العرض وفي طريقة ترتيب البيانات ضمن السجلات أو ضمن الملفات النصية.
قد تختلف قليلاً الـ EMBL Database. هذا هنا ترون شكل الملف النصي الخاص بتخزين البيانات بواحد من سجلات التي هي موجودة على الـ EMBL. برأيكم ما هو الاختلاف الجوهري بينها؟ هل يمكنكم أن تمييز ماذا لدينا كاختلاف جوهري بين الـ EMBL والـ NCBI من جهة والـ DDBG؟ خاصة كما ذكرنا الـ NCBI والـ DDBG تتشابه مع بعضها البعض. الاختلاف الجلي الأوضح هو استخدام حرفين فقط في حالة الـ EMBL. قبل قليل شاهدنا كيف أن الحقول الـ Fields قد تختلف أسماؤها، ولكن أسماؤها كاملة في حالة الـ NCBI أو GenBank، أقصد GenBank. الاسم كامل، Organisms كانت كاملة، Locus كانت كاملة، Authors كاملة. هنا نجد على سبيل المثال أننا قد نجد الـ DT، DT Date، التاريخ. الـ Organisms OS فقط اختصاراً حرفان وليس كامل، الـ ID بدل Locus. لا نستخدم كلمات كاملة وإنما نستخدم حروف حرفان كدلالة عن الحقول. هذا واحد من الاختلافات. يمكن أن نجد ضمن المانيوال بيج للإينا وهي الخاصة بالـ EMBL نجد أن مثل دليل كامل لكل هذه الرموز وإلى ماذا ترمز كل واحد منها. يمكننا أن نتنبأ من خلال الأحرف، ولكن يمكن دائما العودة إلى الدليل من أجل معرفة كل واحد من هذه كل الرموز إلى ماذا ترمز تحديدا. يمكن من خلال الموقع الإينا أن نبحث بأكثر من طريقة. ممكن أن نبحث بطريقة البحث النصي، وممكن أن نبحث بطريقة البحث عن تسلسل محدد، أي أننا نضع تسلسل وننتظر أن يعطينا تسلسلات الشبيهة. ويمكن أن نبحث من البحث النصي إما ككلمة مفتاحية أو كأكسيشن نمبر مباشرة. سنرى إذا كان بإمكاننا أن نذهب مباشرة أيضا إلى موقع الإينا ونبحث أو نجرب البحث عن هرمون النمو. والبحث في الإينا ليس محصورا بحقل معين، هذا منطقي. عندما تضعون أي كلمة ككيوردز وتبحثون هنا، فسوف يبحث عن هذه الكلمة في أي حقل من الحقول التي هي موجودة ضمن السجلات، وليس لأن ليس هناك أي تقييد. قد يكون عندما نبحث كأكسيشن نمبر أنه سوف يبحث فقط بالأكسيشن نمبر، ولكن عندما نبحث كنص عن نص محدد فإنه سوف يبحث في أي مكان ضمن السجل، وهذا منطقي لأننا لم نقيده بأي مكان محدد. إذا أردنا أن نبحث عن مثلا تسلسل بطول 3270 ميكلوتايد ومن الكائن الساكاروميسيس سيرفيزي وهي عبارة عن خميرة، كيف سوف نقوم بهذا البحث؟ يجب أن نذهب إلى الأدفانس سيرش وليس عن طريق البحث النص عن طريق النص. قد يعطينا نتائج، ولكن هذه النتائج سوف تكون عشوائية وغير مفهومة، لأنه سوف يبحث عن رقم 3270 وأينما وجده سوف يضعه. قد يكون هذا رقم لا أدري، جزء من رقم معين، من تاريخ، من أي شيء، من رقم تسلسل، ولكن لا يعني أبدا أنه طول التسلسل. ولكن إذا أردنا أن نبحث عن جزيئة بهذا الطول فعندها يجب أن نذهب إلى البحث المتقدم. تجدون أن من أجل البحث المتقدم نضغط على، بعد ذهاب إلى موقع إينا، نضغط على Advanced Search، وعندها سوف نستطيع أن نبحث عن أي شيء بطول 3000 أو أي جين بطول 3270 ومن الكائن S سيرفيزي. أنا هناك، هذا هو الرابط، سأضغط عليه من أجل الذهاب وإجراء هذا البحث والتأكد من أنه يعطينا كما ورد النتيجة. هذا هو الموقع الإينا، يشبه تماماً كما لو أننا ذهبنا إلى الانتريز الخاص بالـ NCBI، ولكن هنا نحن نبحث عن سجلات أو جزيئات تسلسلات موجودة ضمن السيرفر أو ضمن قواعد البيانات الخاصة بالأوروبا، المعهد الأوروبي للبايو انفورماتيكس الذي يدير الإينا. إذا بحثنا هنا بكل بساطة عن هرمون النمو سوف يعطينا نتائج كثيرة جدا. إذا كان لدي أي أكسيشن نمبر يمكنني أن أضعه هنا، وعندها سوف يحصر البحث على فقط الجزيئة الخاصة بهذا الأكسيشن نمبر، أو يجب أن أذهب إلى البحث المتقدم Advanced Search. إذا ذهبنا إلى البحث المتقدم لاحظوا كيف أن الواجهة تختلف عما كان عليه الأمر بالـ NCBI. لاحظوا كيف أن هناك بحثا متدرجا
كما لو أن هناك خطوات، كل خطوة تمهد للانتقال للخطوة التالية. أتخيل أن الأمر يشبه كثيرا الانتريز الخاص بالان سي بي اي. من البديهي أن أول مرحلة يجب أن أفعلها هو أنني أحدد ما هي قاعدة البيانات التي يجب أن أبحث ضمنها عن ما أريد. فمثلا هنا القاعدة البيانات التي أريدها هي قاعدة بيانات الخاصة بالنيكلوتيدات أو التسلسلات النيكلوتيدية. تمام؟ الآن أذهب إلى المرحلة اللاحقة. ما هي المرحلة اللاحقة؟ هنا يجب أن أحدد مثلا أنه الكائن، ما هو الكائن الذي تريد البحث عنه؟ تاكسونومي. ما هو معيار التاكسونومي؟ فلنفترض أنني سآخذ ان سي بي اي تاكسونومي. حسنا، حدد ما هو التاكسونومي الذي تريد. سوف أقول أنني أريد الهومو سابيانز. سوف يقترح علي أنك هل تريد الهومو سابيانز؟ ولكن يمكنني أن أضيف هذا الأمر. أوكي، هذه هي معيار. سأكبس أبديت كويري. أبديت كويري ماذا سيفعل؟ سوف يأخذ هذه البيانات التي أنا حددتها وسوف يضعها بخانة الكويري، أو الخانة التي سوف يعتمد عليها من أجل فلترة السجلات. حاليا وضعه هو بالحسبان أنه يريد أن يبحث عن التاكسا انكويري وبالرقم تسعة. عفوا، هذا الرقم ليس هو رقم عدد السجلات، وإنما هو الرمز الخاص بهذا التاكسا، بهذا التصنيف، بتصنيف الإنسان. هذا هو رمزه 9606، وليس رقم عدد السجلات التي سوف تظهر. الشيء الآخر الذي سوف أحدده مثلا شيء يتعلق بالتسلسل. ما رأيكم أن نبحث عن تسلسلات جزيئة؟ مثلا أولا أنا أريد، ماذا أريد؟ جينوميك دي ان اي. حسنا، سوف أخصص أنني أريد ام ار ان اي، أريد جزيئة مرسال. لاحظوا كيف أن هنا الاحتمالات التي بين يدي هي أنها تساوي، أو يفترض أنها لا تساوي، فإما أنها تساوي ام ار ان اي ولا تساوي ام ار ان اي، ولكن أنا هنا أريدها تساوي ام ار ان اي. لاحظوا أن لا يوجد أكبر وأصغر. لماذا لا يوجد أكبر وأصغر؟ لأنني عمليا ليست قيم عددية، هذه قيم نصية. ولكن سأقول له أيضا update query، وسأضيف أيضا معيارا جديدا ضمن نفس الأمر، ضمن نفس موضوع التسلسلات. سأقول له أنني أريده topology ويكون خطيا. أيضا لا يوجد هناك أكبر وأصغر، تساوي. وسأضيف معيار آخر، وسأقول له أنني أريده أن يكون هنا يمكنني أن أحدد إذا كان أريده أكبر أو أصغر. بينما أنه mRNA سأقول له أنني أريده أن يكون أصغر من أو يساوي 5000. لا أظن أن جين هرمون نمو أكبر من 10000، فلنفترض، وسأضيفها. لاحظ كيف أنه وضع بالحسبان هذه المعايير، وكل مرة وضع بينها AND، علامات التجميع أو أدوات التجميع أو التفريق. إذا بإمكانكم أن تضعوا بدل AND تضعوا OR. لاحظوا هون أنه وضع OR. تمام؟ أنا سأضع AND. تماما. الآن يمكنني التقدم أكثر، Next، أو يمكنني إجراء البحث مباشرة. هناك مزيد من عمليات الفرز، ولكن كلها يمكنكم المرور عليها، هي لمجرد التضييق على السجلات التي سوف تحصلون عليها. هنا حصلت على كل النتائج التي هي ضمن المعايير التي أريد. لاحظوا أن هناك عدد كبير جدا من الجزيئات التي ظهرت لدي بالفرز، عدد هائل جدا، ولكن أنا ما يمكنني استعراض بعض هذه الجزيئات. بكل لحظة يمكنكم العودة إلى البحث الذي قمتم به أو الكويري الذي قمتم به من أجل تعديله. مثلا إذا كان هناك أي مشكلة، باك، نعود ونستعرض مجددا ما هي طبيعة المشاكل أو ما هي البيانات التي أنا كنت أبحث عنها. تماما، بما أنني لم أحدد ما هي الجين، فأنا استغربت لماذا هناك عدد كبير من السجلات. ولكن هنا ما الذي فعلته؟ أخبرت البرنامج أنني أريد أي شيء من عند الإنسان، وأن يكون جزيئة mRNA، وأن يكون خطي، وأن يكون بطول أصغر من 10000. تخيلوا ما عدد الجزيئات التي سوف أحصل عليها، وخاصة أنني لم أحدد مثلا أن تكون باسم محدد، جروس هرمون أو غيرها من الجزيئات. لذلك حصلت على عدد كبير من الجزيئات. إذن بهذه الطريقة يمكنني أن أجري عملية بحث
متقدم بدل من البحث النصي البسيط. ممكن أن أجري بحث متقدم وأن أحدد ما هي المعايير التي أريد أن أطبقها في عمليات البحث عن الجزيئات التي أريدها أن تصدر أو التي أريد أن تخرج علي أو تخرج إلي بنتيجة هذا البحث. كما ذكرنا، هذه كلها جميعها معلومات ذكرناها قبل قليل، كيف أننا بمجرد تطبيقنا للمعايير سوف تظهر ضمن هذا المربع النصي الخاص بالكوايري. وهذه هي المعلومات أو التي سوف يبحث عنها البرنامج ضمن قاعدة البيانات الخاصة به. حسنا، هناك فقط مقارنة بين طريقة البحث في باستخدام الـ NCBI. قبل قليل رأيتم كيف أنني عندما أردت أن أبحث عن كل الجينات التي أطوالها مثلا بين 3260 و 3270 وأن تكون من الساكاروميسز، من الخميرة. بالان سي بي اي كان الامر بسيطا جدا، وضعت اسم ساكاروميسيس سيريفيزي، وضعتها بين قوسين خلفها وضعت اسم الاورجانيزم، اي انها من حقل الاورجانيزم يجب ان ابحث عنها. ثم وضعت تسلسلين، الاول والثاني وبينهما نقطتان فوق بعضهما البعض، وهذا يفهمه البرنامج على انه سوف يبحث عن كل الجزيئات التي اطوالها بين هذا المجال، ضمن هذا المجال من القيمتين. هذا الامر اصعب قليلا في موضوع الانا، ولكن ليس بهذه الدرجة. سأريكم كيف يمكننا أن نفعله. هنا مثلا سوف نتابع، سوف نضيف سجل آخر، وسوف نقول أننا أيضا نريد البيز كاونت، وهنا سوف نطلب أن يكون هل هذه المرة أكبر من أو تساوي. فمثلا أنا أريدها أن تكون أصغر من أو تساوي 3000، لا أدري كم كان الرقم، 3200 فلنفرض، وأريدها أن تكون أكبر من أو تساوي 3500. عمليا ما الذي سوف يفعل؟ لا عفوا، لا يجب أن يكون الأمر بالعكس، يجب أن تكون أصغر من 3500 هكذا وأكبر من 3200 هكذا. أحصر المجال بالجزيئات من حيث طولها أن يكون بين 3200 و 3500. لاحظوا معي كيف أنه مباشرة ذكرها ها هنا Update Query، ويمكنني أن أنتقل مباشرة إلى Search، وسوف يظهر لي عدد جزيئات يجب أن يكون أصغر من هذه المرة فقط 6177. أفهم من هذا البحث أنني بحثت عن كل الجزيئات أو السجلات التي هي mRNA والتي هي من الإنسان والتي يبلغ طولها بين 3200 و 3500 بهذه الطريقة. لاحظوا أن أمام كل سجل أو أمام كل واحدة من هذه الجزيئات هناك الأكسيشن نمبر الخاص بها. إذا ضغطتم عليه سوف يأخذكم مباشرة إلى السجل الخاص بهذه الجزيئة. هذه هي، يمكنكم إظهار المزيد، وعندها سوف يظهر لكم كل البيانات الخاصة بهذه الجزيئة. تمام، هذا تطرقنا إليه قبل قليل في طريقة البحث عن أو وضع مجال محدد من البيانات، وفقط عندما يكون لدينا قيم رقمية يمكننا أن نستخدم أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو أكبر من فقط ضمن الإناء. يمكننا أيضا أن نجري عملية البحث عن تسلسلات وليس فقط عن نصوص أو أرقام أو مجالات. يمكننا أن نذهب إلى موقعنا ونطلب البحث، وعندما نبحث نطلب أن يكون البحث هو عبارة عن بحث من التسلسلات، وهو عبارة عن sequence. هذا هو بحث تسلسلات. تخيلوا ما الذي سوف نفعله. سوف نضع ضمن هذا الصندوق التسلسل النيكلوتيدات التي سوف نبحث عنها، وهذا التسلسل يفترض أننا بعد أن يكون جاهز أن نحدد بعض البارامترات الخاصة. مثلا إذا كنا نرغب بتقييد البحث بكائنات محددة أو بأورجانيزمز محددة أو بأي صفات أخرى كأنواع الجزيئات يمكن أن نضعها هنا، ومجرد أن نكون جاهزين نضغط Submit، وعندها سوف يعطينا كل الجزيئات التي تشترك أو تشبه من حيث التسلسل تشبه هذا التسلسل الذي وضعناه ضمن هذا الصندوق أو هذه الخانة. هذا الأمر يشبه كما سوف نرى لاحقا، يشبه البحث ضمن برنامج أو موقع شهير جدا يطلق عليه اسم بلاست، وهو الأكثر استخداما والأكثر شيوعا في موضوع البحث عن والمقارنة بين التسلسلات النيكلوتيدات ببعضها البعض أو تسلسلات البروتينات أو حتى تسلسلات نيكلوتيدات ببروتينات. كل أنواع المقارنات التي نريد أن نجريها بين الجزيئات في قواعد البيانات يمكننا أن نفعله من خلال بلاست. وعمليا هذا الموقع
على إنا هو عبارة عن رابط للبلاست، وليس شيء خاص بالإنا أو برمجية خاصة بالإنا، إنما هو مجرد واجهة للبلاست من أجل إجراء عملية البحث باستخدام البلاست. هل هناك أي تساؤل حتى اللحظة؟ حتى ننتقل إلى قواعد بيانات البروتينية. شو ترتيب العمل بالبيانات المنطقية؟ شو ترتيب العمل؟ بس هناك جزء من النص غائب. هنا إذا وضعتموها بهذا الشكل يجب أن تكون هناك تخصص بالأقواس، كما تذكر هنا توني A and B or C. يجب أن تخصص بالأقواس ما الذي تريد أن تفعله أولا ثم ثانيا. فمثلا لا يمكنك أن تكتبها بطريقة البحث بهذه الشكل A and B or C، يجب أن يكون بين الأقواس هل هو A أو B أو C، هكذا يفهمها البرنامج. أما أن تكتبوها بهذا الشكل بدون أقواس فهذا لن يعطيكم أي نتيجة، أو ستكون نتيجة غير دقيقة. يجب أن تضعوا بين الأقواس ما هو or and، لا يختلف and كلها كما هي، سواء كان هناك أقواس أو لا أقواس لا مشكلة، ولكن وجود or هو يعقد الأمور. فيجب أن تضعوا بين أقواس المعياران اللذان تريدون البحث عنهما إذا كان بينهما or. وهنا يفهم البرنامج أنك ضمن هذا المكان يمكن هذا أو هذا، تمام؟ هنا يجب التخصص بالأقواس. هي كانت واردة ضمن السلايدات، ولكن أنا يجب أن لأني لم أنتبه إليها، بموضوع التخصص عندما يكون البحث بأور، أما عندما يكون البحث بأند بين المعايير فلا مشكلة، لا حاجة لموضوع التقييد بالأقواس. بالنسبة للقواعد البيانات الأولية primary databases الخاصة بالبروتينات، هناك أيضا قواعد بيانات أساسية تجمع البيانات التي تتعلق بالبروتينات. وهنا أذكركم أننا لا نتحدث عن قواعد بيانات ثانوية. ممكن أن نحصل دائما وهذا تعقيد الأمر، أن المعلومات الخاصة بالبروتينات ليست فقط تسلسلات هذه البروتينات، رغم أن هذه معلومة مهمة جدا، ولكن أيضا يمكننا الشكل الفراغي، البنية الثانوية، شكل طريقة الإكسبريشن والاختلاف في ذلك بين الخلايا المختلفة أو الكائنات المختلفة، البنية الثانوية والتنبؤ بها. كل هذه بيانات يمكننا تخزينها، وهي بيانات معقدة وتشغل أو تأخذ حيزا كبيرا بمساحات التخزين، ليست أمرا سهلا. أيضا الوظائف البيولوجية والوظائف الكيميائية، النتوركس، الشبكات، التواصل بين البروتينات وتفاعلها مع بعضها البعض، كل هذه بيانات يمكننا تخزينها. فإذا هذا العملية، عملية تخزين بيانات البروتينات، هي عملية معقدة. نبدأ بالتخزين الأول وهي تخزين تسلسلات الحموض الأمينية الخاصة بهذه البروتينات. من أهم المواقع التي تعنى بموضوع البروتينات هي موقع الـ EBI، وهو تابع للسويس انستيتوت اوف بايو انفورماتيك SIB، وايضا هناك تابع ايضا لجورج تاون يونيفرسيتي، وهم بنوا نوع من التجانس او نوع من الكونسورتيوم بهدف بصوره اساسيه تطوير ككتالوج او تطوير مثل مرجعيه عامه، فهرس خاص لكل البروتينات او معلومات البروتينات. وهذا انتج في النهايه موقعا شهيرا جدا وبالغ الاستخدام يطلق عليه اسم يونيفرسال بروتين ريسورس أو يونيبروت، وهو أكثر المواقع الاستخدامة فيما يخص البروتينات. في هذا الموقع كل السجلات الخاصة بالجزيئات البروتينية، وهي تصنف ضمن عدة أنواع وقواعد بيانات، حتى قواعد البيانات الخاصة بهذه البروتينات تصنف ضمن عدة أنواع من قواعد بيانات، بعضها فلنقل أنه الموصف والموثوق والمدروس، وبعضها الآخر هو الذي يعتبر بما لا يزال قيد الدراسة والبحث وليس مؤكد، وهو متنبأ به بصورة أوتوماتيكية كمعلومات أو كسجلات بروتينية. إذن نميز ضمن اليونيبروت، واختصارا أحيانا يطلق عليه اسم يونيبروت KB، نميز فلنقل مجالين أساسيات. المجال الأول هو السويس بروت، وهي عبارة عن قاعدة بيانات لكل البروتينات التي تم توصيفها والتأكد من خصائصها وتعريفها، أي أنها هي البروتينات الموصفة والتي وضعت عليها التسميات annotated. أما النوع الآخر أو قاعدة بيانات الأخرى فهي TREMBL. TR تعني translated، EMBL وهي عبارة عن ترجمة كل شيء موجود ضمن قواعد البيانات الـ EMBL الأوروبية التي وردت قبل قليل. كل الجزيئات البروتينية التي قام بعض الباحثين بترجمتها من بعض التسلسلات ونشرها ضمن هذا الموقع، وأطلقوا عليها الانوتيشن
وإن كان بصورة أوتوماتيكية، ولكنها ليست ريفيود، يعني لأنها ليست مؤكدة. كلها وضعت في هذه قاعدة البيانات. وقاعدتي البيانات سويس برود أو تي آر إي إم بي إل كلها تخضع أو كلها تتبع لليونيبرود، ويمكنكم بالبحث أن تبحثوا سواء كان في قاعدة بيانات هذه أو قاعدة بيانات الأخرى. هناك قواعد بيانات أخرى مشتقة أو تتبع لليونيبرود كي بي، وهي يونيريف، سوف نتحدث عنها بعد قليل، ويوني بارك أيضا، وهي عبارة عن التسلسل أو سيكونس أركايف لبعض الجزيئات أو التسلسلات المراجعة. إذن التسلسلات البروتينية والتسميات الخاصة بها مخزنة كلها في اليونيبروت. وهناك النوعان اللذان ذكرناهما قبل قليل، هو النوع التي ار اي ام بي ال ونوع السويس برود. الاختلاف بينهما ان هذه مراجعه ومتاكد منها، وهي تحتوي على عدد فيما بحدود ال 564 الف انتريز او سجل. اما الاخرى التي هي عباره عن سجلات بروتينيه غير مراجعه، فهي تحتوي على 200 مليون انتريز تقريبا، وهذا عدد كبير جدا. بالمقارنة هذا يعتبر عدد قليل جدا من الجزيئات البروتينية، هي جزيئات تم توصيفها والتأكد منها وتحديدها ومراجعتها. ولكن هناك في قاعدة البيانات الأخرى هناك عدد كبير من الجزيئات، لأنها تستند إلى بيانات. إذا كانت طريقة كما أتخيلها أنهم يقومون بتطبيق معايير كما ذكرنا الـ Open Reading Frame على الجينومات التي يتم تسلسلتها، وهذا سوف يعطينا عدد كبير جدا من البروتينات المترجمة. كلها يمكننا تخزين تسلسلاتها من الأحماض الأمينية ضمن قاعدة البيانات هذه. وكلما ازداد عدد الجينومات وازداد عدد التسلسلات نتيجة السلسلة، سوف نحصل على كمية هائلة جدا من البروتينات المترجمة أوتوماتيكيا بنتيجة الأنوتيشن المخزنة ضمن قاعدة البيانات TREMBL. السويس بروت هو عبارة عن الجزء الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو الجزء الموصف والجزء المتأكد منه والجزء المهم جدا، وهو كما نقول هنا كما هو موجود ضمن السلايد Gold Standard of Protein Annotation، إنه المعيار الذهبي لموضوع البروتينات الموصفة والبروتينات المعرفة، هذا السويس بروت، وهو مستخدم جدا. أي بروتين تحتاجون البحث عنه يمكنكم الذهاب إلى السويس بروت والبحث عنه وقراءة كل ما يتعلق بهذا البروتين، المجالات، التسلسل، طول البروتين، والعديد العديد من البيانات التي يمكنكم الحصول عليها من هذا الموقع. كان موقع سويس بروت في الحقيقة نشأ قبل فترة زمنية طويلة قبل ظهور اليوني بروت، رغم أن اليوني بروت حاليا هو فلنفرض أن المظلة أو الموقع الذي يحتوي السويس بروت، لأن اليوني بروت كما ذكرنا يحتوي نوعان أو من البيانات البروتينية أو نوعان من سجلات قواعد البيانات. حسب تسلسل الزمني كان الأمر على هذا الشكل. في البداية كان عملية سلسلة البروتينات ليس بالأمر السهل، وكان يستغرق وقت، وكانت فعلا البروتينات تسلسل هي كأحماض أمينية أو كحموض أمينية، أو يتم سلسلة بعض الجينات ثم هذه الجينات تترجم إلى بروتينات ويتم التأكد منها والتعبير بروتيني عنها ودراستها ثم نشر تسلسلاتها من الحموض الأمينية كبروتينات موصفة ومؤكدة. رويدا مع التكنولوجيا والجينومات وسلسلة الجينومات أصبح هناك كم هائل جدا من البيانات التي دخلت على الخط وأصبحت ملأت السويس بروت كقاعدة بيانات، حتى ظهروا بفكرة أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأن هذه التسلسلات التي الحموض الأمينية للبروتينات المترجمة نتيجة سلسلة الجينومات ليست مؤكدة، ولا يجب أن نخلطها أو يتم خلطها مع التسلسلات المؤكدة الموجودة بالسويس بروت. لذلك ظهرت قاعدة البيانات TREMBL، وTR كما ذكرنا هي Translation. لذلك فصلت تسلسلات البروتينات أو تسلسلات الحموض الأمينية التي نتجت عن عملية ترجمة تسلسلات الDNA، ولا ندري بعد هل هي حقيقة أنها بروتينات حقيقية لها وظائف أم أنها مجرد بروتينات افتراضية. مثلا كيف يكون الأمر؟ أننا نعرف أنك بروتين عند الإنسان يقوم بوظيفة كذا ومحدد التسلسل، ويمكننا إذا أخذنا تسلسل وعملية بحث بسيطة مع أي كائن آخر سوف يظهر بعض التشابه أو الهومولوجي ضمن جينوم هذا الكائن الجديد، وسوف يظهر لدينا تسلسل لبروتين افتراضي نفترض أنه بنتيجة التشابه سوف يعطي نفس الوظيفة أو يقوم بنفس الوظيفة عند هذا الكائن
الجديدة، ولكننا لسنا متأكدين. نحن اعتمدنا على موضوع التشابه والبحث في موضوع محاولة إيجاد هذا البروتين. طبعا كيف وجدناه؟ بقواعد بيانات هذا الكائن، لأن جينوم هذا الكائن مسلسل، وبالتالي كل جيناته التي ترمز للبروتينات معروفة، وبالتالي كل البروتينات الافتراضية موجودة أيضا بقواعد بيانات ثانوية. فبعملية البحث من خلال البلاست سوف يقارن بين تسلسل الحموض الأمينية لهذا البروتين عندنا عند الإنسان وأي شيء يشبهه عند هذا الكائن الجديد. سوف يعطينا نتيجة، سوف يعطينا أن هناك هذا البروتين يتشابه بنسبة 70% 60%، ولكن أحدا لم يدرسه من قبل، ولا ندري حقيقة هل هذا البروتين معبر عنه عند هذا الكائن، هل يقوم بنفس الوظيفة حتى وإن كان في هناك نسبة تشابه جيدة، ولكن هل حقيقة يقوم بنفس الوظيفة؟ هذا الأمر لا نعرفه. يفترض أن يكون هناك أحد المهتمين بهذا النوع من البروتينات مثلا، أن يأخذ جينة هذا البروتين من عند هذا الكائن، يقوم بتنسيله بالمخبر، إنتاجه كبروتين، إنتاج أضداد له، محاولة معايرته عند هذا الكائن بالشروط التجريبية المختلفة، دراسة وظائفه، دراسة البيوكيمستري الخاصة به، قدرته على التفاعل. عندها كل هذا سوف ينشر، وسيتمكن هذا الباحث من تأكيد هذه المعلومة وتحويل هذا البروتين من قواعد البيانات الـ TREMBL إلى السويس بروت، لأن هذا البروتين أصبح حقيقة ملموسة وحقيقة مثبتة في المخبر، وليس مجرد شيء افتراضي. نحن نفترض وجوده نتيجة التشابهات، نتيجة البرمجية أو المعلوماتية الحيوية. أتمنى أن تكون قد وصلتكم الفكرة. على كل حال، قاعدة البيانات الـ EMBL Database هي المصدر الأساسي من أجل الـ ENA كما ذكرنا قبل قليل، وبالتالي ترجمتها هو ما سوف يعطينا البيانات الموجودة بالـ TREMBL. يتم عملية الـ Annotation لها بصورة أو تسميتها بصورة أوتوماتيكية، وهذا سوف يعطينا البيانات الخاصة وما أن تصبح حقيقة حتى نتحول إلى الـ Swiss Prot. لذلك لا يمكن أن نقارنها بالطريقة التي تتم فيها الأنوتيشنز الحقيقية لمجالات البروتين التي هي موجودة بالسويس برو. إذا لاحظنا السجل الخاص بتخزين البيانات الخاصة بقواعد بيانات السويس برود، نجده بشكل نصي تماما كما هي الحال فيما يخص بيانات الـ DNA في قواعد بيانات الجين بانك أو الـ ENA أو أي سجل آخر، ويشبه أكثر الـ ENA أكثر مما تشابهه مع الجين بانك نظرا تسمية الحقول الثنائية وليس الأسماء الطويلة. لذلك هو يشبه حقيقة الإينا ولا يشبه الجيم بانك، ولكن يشبه الجيم بانك من حيث استخدامه الملفات النصية. هناك تشابه شديد بين قواعد البيانات في النوعين من حيث أنها تشبه التسمية الثنائية ونفس المعرفات تقريبا، أي أن نجد أن نفس الرموز الحروفية متشابهة، وهذا منطقي. سوف نجد نفس الأسماء الحقول من حيث اسم المؤلف الأوثرز، من حيث اسم الكائن organisms، من حيث الكيورد، وكلها نفس الخانات أو نفس الحقول. أفترض أنها مشتركة بين الـ ENA كقواعد بيانات وبين الـ Swiss Prot. أحيانا حاليا يمكن أن نشاهد حتى الـ Graphical Versions أو أشكال ترسيمية مقرونة وليس فقط مجرد ملفات نصية فيما يخص القواعد بيانات البروتينية. هذا هو الشكل العام أو الواجهة الأساسية لليونيبروت التي فيها كما ذكرنا قبل قليل أن التي فيها قواعد البيانات الأساسية الخاصة بالبروتينات. هذه هي الواجهة، تلاحظوا أنها نفس الأمر تماما، هناك مجال للبحث العادي، مجال للبحث المتقدم الأدفانس، ممكنكم أن تبحثوا بصورة ككلمة، أن تبحثوا بأكسيشن نمبر. تذكروا أنكم إذا استخدمتم البحث العادي لن يخصص عملية البحث بحقل معين، سوف يبحث بكل السجل. أما إذا ذهبتم إلى الأدفانس فسوف تخصصون أين سوف يكون البحث تحديدا، بأي حقل تماما سوف يجرى عملية أو تجري عملية البحث. يمكنكم أن تستخدموا الفيلدز آي دي كما هو الحال في موضوع الجيم بانك أو الانتريز، ولكن أيضا من خلال البحث الأدفانس فإن هذا الأمر سوف يكون أسهل عليكم من باب أن لا تتذكروا ما هي عمليا الاختصارات. لاحظوا هنا سريعا سوف نمر عليها لا أريد التأخر عليكم أكثر، كيف أننا أيضا يمكننا أن نخصص بأند أو نوت أو أور أو نوت، ويمكننا أن نخصص البحث بأي حقل من الحقول تريدون أن يكون البحث، هل هو باسم الأوثر، هل اسم باسم الجزيئة، التاكسونومي كلها. وهنا لاحظوا أنه يذكر بين قوسين الحرفين المفتاحيين المختصرين لكل حقل من الحقول. فإذا يمكنكم أن تضعوا هنا كل
معايير البحث التي تريدونها، تقيدونها بأند أو أور كما تشاءون، ثم تضغطون على كلمة سيرش وسوف يبحث لكم عن كل الحقول التي تحقق هذه المعايير التي تريدون. يونيريف هي عبارة عن قاعدة بيانات إضافية ملحقة باليونيبروت. الفرق بينها وبين السويس بروت والتي ار اي ام بي ال هي أنها ليس فيها ريدندنسي، أي أنها لا نجد فيها أي نوع من البيانات المتكررة. قد نجد بعض البيانات المتكررة لبعض الجينات أو لبعض البروتينات في أي من هذه القواعد بيانات، ولكن ضمن اليونيريف فإننا نجد فقط السجلات التي لا تتكرر كتسلسلات أحماض أمينية. يمكن أن يكون أنها لا تتكرر بنسبة 100%، أنها لا تتكرر بنسبة 90%، أو أنها لا تتكرر بنسبة 50%، وهذا يسهل عملية البحث ويختصر من الزمن المطلوب لإجراء عملية البحث من خلال برنامج بلاست وغيره من البرامج التي تستخدم بالبحث بين البروتينات. أخيرا أيضا قواعد بيانات من أجل البروتينات، هناك قواعد بيانات خاصة بالـ NCBI، وهي أنواع مختلفة حقيقة من قواعد البيانات التي تجمع أنواع مختلفة من البيانات الخاصة بالبروتينات. ممكن أن نجد أنها تجمع البيانات من السويس بروت وتضعها ضمن قواعد بيانات خاصة بالـ NCBI، أو أنها حتى تبحث ضمن قواعد بيانات السويس بروت من خلال برنامج Entries. ممكن أن نجد أيضا أنها تستخدم القواعد بيانات الخاصة بالبروتينات RIB أو البي دي بي، وهي عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بالأشكال الفراغية للبروتينات. كلها تستخدمها كمصدر من أجل البحث، فما أن تكتبوا بحث عن كلمة معينة باسم بروتين معين سوف يتم البحث في أي واحدة من هذه القواعد البيانات أوتوماتيكيا، إذا لم تكونوا قد حددتم مثلا أنه أين تريدون، بأي قاعدة بيانات تريدون أن يتم البحث. مثلا هناك بحث هنا يمكن أن يتم من خلال كل ما هو مترجم من الجين بانك داتابيز، وهذه هي قاعدة بيانات ثانوية ممكن أيضا أن تدخل ضمن عملية البحث. الانتريز، الواجهة انتريز، هي الواجهة الأساسية التي يمكنكم من خلالها الوصول إلى عملية البحث. أذكركم أنكم إذا أردتم أن تبحثوا عن البروتينات كل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تصلوا إلى موقع الـ NCBI الـ Entries وتحددوا أننا نريد البروتينات، وعندها سوف يبحث فقط في قواعد البيانات الخاصة بالبروتينات ولن يقترب من قواعد البيانات الخاصة بالـ DNA. قد يبحث كما ذكرنا قبل قليل بترجمة البروتينات من قواعد بيانات أولية فيها الـ DNA كالجين بانك. هل هناك أي تساؤل قبل أن ننهي المحاضرة؟ رويدا سوف تتعودون على هذه المصطلحات وهذه المواقع وستستخدمونها مرارا وتكرارا، تدربوا عليها، حاولوا البحث عن أي شيء إن رغبتم، مثلا اجمعوا معلومات عن أي هرمون أي بروتين، عن البي 53 مثلا بروتين جميل يمكنكم أن تبحثوا عنه. حسنا أترككم برعاية الله لأن لدي بعض الارتباطات، بالتوفيق إن شاء الله، راجعوا المحاضرة وسأحاول أن أحضرها لكم أو أرفعها لكم في أقرب فرصة. وفقكم الله جميعاً.